الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم ورحله جديده من رحلات اكتشاف المواهب والنجوم في ملعب الاشبال. زي ما وعدنا حضراتكم دايما من اول يوم في برنامج الاشبال دايما هيكون لنا هدف، وهدفنا هو كبير جدا، هو اكتشاف المواهب والنجوم ودايما تقديمها لكل جماهير النادي الاهلي. كنا عملنا التجربه دي قبل كده ملعب الاشبال مع فريق شباب النادي الاهلي، فريق 97 بقياده الكابتن عادل عبد الرحمن. ان شاء الله بنتمنى له التوفيق خلال الفتره اللي جايه مع فريق سموحه، الفريق الاول. كابتن عادل عبد الرحمن احد نتاج قطاع الناشئين من المدربين المميزين. كنا نقلنا قبل كده مباراه الاهلي والجونه اللي فاز فيها النادي الاهلي 1-0، والاهلي والمقاولين العرب اللي انتهت بالتعادل 1-1. والنهارده عندنا رحله جديده اكتشاف المواهب والنجوم، لكن عن طريق 2001. فريق 2001 من الفرق المميزه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي بتضم عناصر فعلا مميزه وعناصر موهوبه. والنهارده ان شاء الله بدايه ان احنا نعرف كل جماهير النادي الاهلي باللعيبه ان شاء الله اللي نتمنى لها انها تكون موجوده في الفريق الاول خلال الفتره اللي جايه. النهارده عندنا مباراه في الاسبوع 23، مباراه الاهلي والداخليه. الاهلي والداخليه في الاسبوع 23 لدوري الجمهوريه. القياده الفنيه للنادي الاهلي بيمثلها الكابتن احمد سراج ابن النادي الاهلي مدير فني، وبيعاونه كل من الكابتن زكريا حسين مدرب عام، والكابتن ممدوح عبيد، وكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس مرمى، واحمد راشد المدير الاداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح ابو زهره اخصائي الاصابات والعلاج الطبيعي، واسلام عبد الفتاح معدا بدنيا. وبرده الجهاز الفني للداخليه عشان نعرف كل الناس بيه، كابتن هاني عبد الباقي مدير فني، وكابتن نبيل توفيق مدرب عام، والكابتن اسامه عبد العزيز مدرب حراس مرمى. بالمناسبه 2001 من الفرق اللي ليها منتخب بيقوده الكابتن ربيع ياسين، فان شاء الله دايما خلال الفتره الجايه هيبقى في تسليط ضوء كبير جدا، وهنلاقي لهم مباريات ان شاء الله خلال الفتره الجايه كتير، خاصه ان ليهم منتخب ان شاء الله مع الكابتن ربيع ياسين. نتمنى له برضه التوفيق هنا من ملعب الاشبال، ودايما الكابتن ربيع ياسين معودنا دايما على النجاحات، وكان ليه تجربه مع منتخب مصر الشباب قبل كده وحقق فيها نجاح وخد بطوله الامم الافريقيه، ووصل بالجيل بتاعه لسنه لكاس العالم. النهارده ان شاء الله يعني برضه بننقل مباريات لل 2001. بالمناسبه برضو فريق 2001 يعني كل اللعيبه راحت منتخب مصر. كابتن ربيع ياسين في معسكرات مختلفه ضم لعيبه كتير من فريق 2001، زي ما قلت لحضراتكم ان 2001 بيضم عناصر فعلا مميزه. كان في المعسكر اللي فات برضو من ضمن اللعيبه اللي كانت من النادي الاهلي في منتخب مصر عندنا محمد صابر ومحمد مغربي وحمزه علاء وعربي بدر ومحمد اشرف. عندنا في النادي الاهلي اللي بيقود قطاع الناشئين الكابتن فتحي مبروك، ما شاء الله اللي عامل نجاحات هايله جدا، وده باين كمان في ترتيب الفرق كلها في جدول المسابقه، وعامل نتائج ما شاء الله مبهره جدا، وعامل طفره فعلا في قطاع الناشئين كلنا حاسين بيها. برضو بيقود قطاع الناشئين في الداخليه اللواء علاء عبد العزيز. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي الاحصائيات دلوقتي بتاعت مباراه الاهلي والداخليه. الاهلي لعب 20 مباراه من اول الدوري، فاز في 16 مباراه، تعادل في 3 ماتشات، هزيمه في مباراه واحده. وبالمناسبه برضو الهزيمه دي الهزيمه الوحيده من 3 سنين لجيل 2001 في مباراه رسميه او وديه. احرز لاعبوه 59 هدف، وده اقوى خط هجوم 2001 للنادي الاهلي، وسكن شباكه 14 هدف، برضو اقوى خط دفاع. هنشوف مشوار فريق 2001، مشوار الفريق 2001 في بطولة دوري الجمهورية. ابتدى النادي الأهلي مشوار البطولة مع الإسماعيلي وفوز كبير النادي الأهلي 3-0. تاني مباراة الأهلي والمصري، فوز النادي الأهلي 2-0. الأهلي وادي دجلة 4-0 للأهلي. الأهلي وحرس الحدود 4-0. الأهلي والإنتاج الحربي 2-0. الأهلي والداخلية النهاردة هيكون معانا الداخلية في المباراة 6-1. الأهلي والجونة 6-0. الأهلي وبيراميدز وفوز النادي الأهلي 3-2. هنستعرض بقيه المشوار دلوقتي مع حضراتكم. الاهلي وبتروجيت فوز الاهلي 4-2، الاهلي والاتحاد 4-1، الاهلي ومصر مقصه التعادل السلبي 0-0، الاهلي والنجوم 5-0 فوز الاهلي، الاهلي وانبي 3-0، الاهلي وطلائع الجيش 1-1، الاهلي وسموحه 2-0، الاهلي والمقاولين عرب 2-2، الاهلي والزمالك فوز الاهلي 2-0. هنكمل برضو مع حضراتكم ده مشوار الدور الثاني. الاهلي والاسماعيلي 3-1 فوز النادي الاهلي، وكانت المباراه دي في اسماعيليه.
الاهلي والمصري 1-0 فوز الاهلي، والمباراه الاخيره كانت فوز الانتاج الحربي 4-2 على النادي الاهلي في مباراه يعني للاسف تصويرها ما كانش معانا، بس لو كنا زعنا لكم كان في اخطاء تحكيميه هي اللي ادت لهذه النتيجه. وبالمناسبه برضو دي اول هزيمه لفريق 2001 على مدار 3 سنين سواء مباريات وديه او مباريات رسميه. هنستعرض برضو مع حضراتكم دلوقتي مشوار الداخليه، هنشوف دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه مشوار الداخليه. الداخليه لعب 22 مباراه، فاز في 3 مباريات، تعادل في 5 مباريات، هزم في 14 مباراه، احرز لاعبوه 21 هدف وسكن شباكه 45 هدف. هنشوف مشوار الداخليه دلوقتي من بدايه مشوار الدوري. الداخليه وادي دجله 1-1، حرس الحدود والداخليه 2-1، الداخليه والانتاج الحربي 3-2 انتاج الحربي، بيراميدز والداخليه فوز بيراميدز، الجونه والداخليه 2-0 للداخليه، الداخليه والاهلي فوز الاهلي 6-1، بتروجيت و6-1 دي بتفكرنا طبعا بنتائج قبل كده، بتروجيت والداخليه 1-1، الداخليه والاتحاد 1-0 للداخليه، مصر مقصه والداخليه 3-0 فوز المقصه. هنستكمل مع حضراتكم برضو مشوار الداخليه ونجوم المستقبل، تعادل اللي جابي 1-1، انبي والداخليه فوز انبي، طلائع الجيش والداخليه 2-0، الداخليه وسموحه فوز سموحه 3-1، المقاولين العرب والداخليه 3-0 فوز المقاولين، الزمالك والداخليه 4-0، الداخليه والاسماعيلي تعادل 1-1، والمصري والداخليه فوز المصري 1-0. الدور الثاني الداخليه وادي دجله، فوزت وادي دجله 2-1 على الداخليه، الداخليه وحرس الحدود 2-2، الانتاج الحربي 2-0 على الداخليه، الداخليه وبيراميدز فوز الداخليه 2-1، الداخليه والجونه فوز الداخليه في المباراه الاخيره 3-2 على الجونه. برضه هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جدول ترتيب 2001 في بطوله دوري الجمهوريه على الشاشه معانا دلوقتي. ترتيب الاهلي طبعا في الصداره، لعب 20 مباراه، فوز في 16، تعادل في 3 ماتشات، خساره في مباراه وحيده، ليه 59 هدف وعليه 14 هدف اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، النقاط 51 نقطه متصدر. ياتي طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد 45 نقطه، لكن هنا طلائع الجيش لعب مباراه اكتر من النادي الاهلي، الاهلي لسه ليه مباريات مؤجله، فان شاء الله يعني النادي الاهلي يفوز فيها يفرق او يبقى في فارق كبير بينه وبين كل الفرق. بتروجيت في المركز الثالث برصيد 42 نقطه، مصر المقصه في المركز الرابع، انبي في المركز الخامس، حرس الحدود في المركز السادس، المقاولين العرب في المركز السابع، الزمالك في المركز الثامن برصيد 33 نقطه، الانتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 32 نقطه. هنستكمل مع حضراتكم دلوقتي ترتيب فرق مواليد 2001. المصري في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، بيراميدز في المركز ال 11، الاتحاد السكندري مركز 12، 13 سموحة، 14 الإسماعيلي، 15 نجوم اف سي، 16 وادي دجلة، 17 الداخلية، 18 الجونة. ده كان ترتيب فرق 2001 في بطولة دوري الجمهورية. برضه هدافه الأهلي اللاعب عبد الوهاب علي 10 أهداف، شادي رضوان اللي بنتمناه إن شاء الله إنه يرجع بسرعة الملاعب بعد تعرضه للإصابة الأخيرة 8 أهداف، حمادة الفيل 7 أهداف، أحمد أشرف 6 أهداف، محمد مغربي مساك برصيد 5 أهداف. هنشوف دلوقتي هداف الداخلية، هداف الداخلية هو اللاعب محمد صلاح برصيد 6 أهداف. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم برضه تشكيل الأهلي وتشكيل الداخلية اللي هيبتدوا النهاردة مباراة اليوم. في تشكيل الأهلي هنستعرض دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة، وزي ما قلت لحضراتكم احنا دايما هنركز خلال الفتره الجايه على مباريات 2001، وان شاء الله هنذيع برضو ل 99 انها يعني دوري جمهوريه. هنشوف تشكيل الاهلي مع حضراتكم دلوقتي. في حراسه المرمى حمزه علاء، خط الظهر من اليمين احمد عبد النبي باكرايت، هاني ابراهيم ومحمد مغربي 2 مساكين، محمد اشرف باك ليف، احمد كوكا وعربي بدر في وسط الملعب، وعربي بدر من اللعيبه المميزه ان شاء الله اللي هنشوفها خلال الفتره اللي جايه والفترات اللي جايه مع الفريق الاول بالنادي الاهلي، من اللاعب المميزه وبيتم دايما تصعيده للفريق الاول وبيتم تصعيده لفريق شباب النادي الاهلي 97. تحت المهاجم محمد سلامه وحماده الفيل واحمد اشرف، وفي خط الهجوم هداف الاهلي عبد الوهاب علي برصيد 10 اهداف. هنشوف الداخليه برضو مع حضراتكم دلوقتي.
زياد محمد في حراسة المرمى، خط الظهر سيف أيمن، أحمد محمود، مؤمن صالح وزياد طارق، وسط الملعب أحمد شعبان وضياء مصطفى، محمد صلاح ومصطفى طه وكرم شعبان وميدو ناصر. ده تشكيل فريق الأهلي وفريق الداخلية زي ما احنا استعرضناهم مع حضراتكم. النهارده ده الاسبوع ال23، النهارده في طبعا المباراه اللي معانا اللي بنزعها لكم على حضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي مباشره، هي الاهلي والداخليه. في نفس الوقت في مباراه بتروجيت مع الانتاج الحربي، الاتحاد السكندري مع حرس الحدود، سموحه مع المقاولين، الجونه مع بيراميدز، مصر مقصه مع دجله، والنجوم مع المصري، وتاجلت مباراه انبي مع الاسماعيلي، وطلاع الجيش مع الزمالك. دول اللي تم تاجيلهم لشهر 3، لكن في مباريات بتقام في نفس التوقيت دلوقتي. عندنا النهارده يعني بالنسبه لعائله الاهلي بقى والوعود اللي وعد بيها كابتن محمود الخطيب من اول يوم وترشحه في انتخابات النادي الاهلي، وعد دايما عائله الاهلي هيكون في طفره انشائيه. فالطفره يعني شغاله بقى لها فتره، ما شاء الله شايفين دلوقتي يعني انجازات وانشاءات كبيره جدا في كل فروع النادي الاهلي. بنشوف دلوقتي ان شاء الله عفوا في فرع بيقام الفرع الرابع، ما شاء الله في طفره انشائيه للنادي الاهلي. النهارده برضو من ضمن الاخبار الساره للجمعيه العموميه بالنادي الاهلي هو افتتاح صاله الجمباز في الجزيره وتنس الطاوله. النهارده ان شاء الله مجلس الاداره هيتم افتتاح صاله الجمباز وتنس الدوله، وده من ضمن مشروعات عائله الاهلي اللي وعد بيها الكابتن محمود الخطيب. زي ما احنا شايفين دلوقتي دي صاله الجمباز اللي شغالين فيها بقالهم فترة، وإن شاء الله هيتم افتتاحها، وبتخدم يعني عدد كبير من ولاد الأعضاء ومن الألعاب المختلفة للأعضاء النادي الأهلي. وزي ما قلت لحضراتكم كل الإنشاءات وكل التمويل وكل الصفقات من حر مالنا، من فلوس النادي الأهلي، علشان لما نحب نحط صورة على أي صالة هتبقى صور رموزنا اللي احنا دايما بنفتخر بيهم، صور رموزنا اللي دايما بيحبوا النادي الأهلي، علشان كده دايما بنصرف من حر مالنا. هنروح دلوقتي بقى استقبل ضيوفي الكابتن محمد حشيش والكابتن احمد بلال، ومستمرين مع حضراتكم في تغطيه مباراه الاهلي والداخليه. عدد سلبي الاهلي والاسماعيلي، ادي عمر رزق، عمر عايز يطلع شادي، عدت شادي، شادي العرضيه، العرضيه جول 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 جوه جول، ضربه البدايه والروايه يبداها عبد الوهاب علي، عبد الوهاب وعبد الوهاب يضع الهدف الاول واللحن الاول للنادي الاهلي في شباك الاسماعيلي، هدف اول. لكن شوف التمريره عملها عمر رزق وضرب دفاع نادي الاسماعيلي، اشرف يلعب لشادي رضوان، شادي يطلع اشرف هيظبط يلعبها عرضيه الراسيه جول، لا جول 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 جوه جول، عبد الوهاب، عبد الوهاب بيلحن، عبد الوهاب بيعزف، والكروس العرض الجميل، والاهلي من البدايه هل من مزيد من الاثنين، فكر ان هو يلم ويعدي ولا يستنى حد يسند عليه، اتقطعت الكوره، حماده الفيل مره ثانيه، عبد الوهاب لحماده الفيل، عدى حماده، حماده الفيل، الفيل هيعدي هيمر، شادي حط راجل جول 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 جوه جول، الفراري الفراري شادي رضوان، والثلاثيه الحمراء، ثلاثيه حمراء للنادي الاهلي في شباك الاسماعيلي في 25 دقيقه، ثلاث اهداف للنادي الاهلي في اجمل بدايه واجمل حكايه لدور الجمهوريه هذا الموسم، وحاله من الفوقان، حاله من التوهج الهجومي للنادي الاهلي عاملها لاعب النادي عبد الوهاب يلمس، عمر رزق يسندها مره ثانيه، شادي شادي هوبو جول 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 جوه جول، والهدف الثاني للنادي الاهلي، عبد الوهاب علي، عبد الوهاب يضع هدف ثاني للنادي الاهلي في هجمه مرتده سريعه نقلها النادي الاهلي
واللمسة البديعة اتلعبت للاعب شادي رضوان، يصوب ويسدد واللاعب عبد الوهاب يعمل فوضى على الكرة ويضع هدف تاني للنادي الاهلي، هدف في الدقيقة الستة من احداث عمر شوط اللقاء الثاني، 2 النادي الاهلي لا شيء. وادي دجلة، اشرف، احمد اشرف، يلا يا اشرف، جول 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 جوه جول، والهدف الثالث للنادي الاهلي، الثلاثيه تكتمل. هدف هيوفر كتير، هدف هيوفر عليك كتير يا احمد يا اشرف. خلاص اللاعب اللي بيبقى دايما راجع من اصابه بيبقى مستني نفسه يجيب هدف، نفسه مستني يجيب هدف. اول ما احرز الهدف احمد اشرف معنويا نفسيا يفرق معاه، واعتقد كان قرار ذكي من المدير الفني احمد سراج ان ادى هاني هاني يلعب للفراري، الفراري، شادي 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 رضوان، شادي رضوان، شادي رضوان، شادي شادي جوه جول، عالمي يا شادي، عالمي يا الفراري، الفراري شادي رضوان الفراري العالمي يحرز هدف عالمي، هدف واجمل اهداف الموسم. انطلق الفراري، والفراري لما ينطلق محدش يقدر يحصله، عدى واخترق ومر وفات، والكرة تتعادى تتمادى الى داخل الشباك، والهدف الرابع من جديد يعود الاهلي لكتابة وصياغة رباعيات الخيام. السيد عبد النبي تدخل، تلقوا تحت الفرصة، احمد عمر رزق يلعب العرضية، عبد الوهاب، جول 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 جول، النيران الصديقة، النيران الصديقة عمل حسابه لكل حاجة اسلام فتحي، الا النيران الصديقة في مرمى، هدف في مرمى، اللاعب اللي احرز الهدف في مرمى. وزي ما قلت لحضراتكم الهام بالنسبة لها عمر رزق هيخلص اللقاء، عمر رزق مش ممكن، عمر جول 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 جوه جول، هدف تاني للنادي الاهلي، هدف تاني للنادي الاهلي، واثنين النادي الاهلي عن طريق اللاعب عمر رزق، الهدف التاني للنادي الاهلي، اثنين النادي الاهلي، لا شيء. حرس الحدود محمد مغربي، مغربي، وبيطالب احمد سراج بالفولو على الكره، مغربي مغربي، جول 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 جوه جول، هدف ثالث للنادي الاهلي، ثلاثيه للنادي الاهلي، ثلاثيه في شوط اللقاء الثاني. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه، وبرحب بضيوف دايما اللي بيشرفونا في ملعب الاشبال، الكابتن محمد حشيش. ازيك يا كابتن محمد؟ ازيك يا استاذ، عامل ايه؟ شرفنا ومنورنا، ربنا يخليك، ربنا يخليك. كابتن احمد جوال، كابتن بلال، ازيك يا كابتن سامر، ايه الاخبار؟ بارك ايه؟ تمام الحمد لله، كويس. بيشرفونا دايما عاملين دويتو كابتن حشيش والكابتن بلال في ملعب الاشبال. ربنا يكرمك يا حبيبي. عايز ابتدي مع كابتن حشيش. النهارده كابتن حشيش دي التجربه الثالثه لينا على شاشه قناه النادي الاهلي، كنا زعنا قبل كده مباراه لشباب النادي الاهلي فريق 97 اللي كان بيقودهم الكابتن عادل عبد الرحمن، طبعا نتمنى له ان شاء الله التوفيق في مهمته الجديده مع سموحه وربنا يوفقه ان شاء الله. النهارده دي التجربه الثالثه لينا بقى، بس مع فريق مختلف، فريق 2001. شاف التجربه دي ازاي، خاصه لو احنا اتكلمنا على الشاشه الوحيده ممكن في مصر او في الوطن العربي انها تذيع مباريات للناشئين، هي شاشه قناه النادي الاهلي. عايز اقول لك ردود افعال جميله جدا على الاستوديو بتاعنا، فعلا اول تجربه من نوعها انك تحسس ان الاشبال زيهم زي الفرق الكبيره، استوديو تحليلي بنتكلم عنهم وبنشوف النتائج بتاعتهم ونتابعهم كويس. 97 بدانا بيه، النهارده ان شاء الله 2001. بعد كده نتمنى طبعا، لان الناس بتقابلني في النادي، خلي الكابتن اسامه والنبي 2002 2003 كلهم عايزين الحقيقه يعني برضو كلهم حظ، وانه ان شاء الله نزع لهم ماتشات. 2002 مثلا على سبيل المثال كانوا منطقه هيبتدوا قطاعات يوم 28 اللي جاي، فبرضو مستنين حاجه زي دي، يعني هم بالنسبه لهم حاجه جميله جدا، غير ان يكتب عنك خبر او يستضيفك
مثلا حد في برنامج، انما تزعله ماتش دي حاجه يعني كويسه. فطبعا ان شاء الله باذن الله يعني مزيد من التوفيق، وان شاء الله يعني نحاول ان احنا يعني ننقل مباريات كامله. والنهارده انا سعيد ان انا موجود كمان في ال 2001، لان انا ال 2001 دي بتعتبر من احسن الفرق في النادي. ماشيه كويس قوي، فرقه كان ماسكها محمد شرف قبل كده، قبل فعلا كده السنه اللي فاتت كان محمد شرف على كذا سنه طالع بالفرقه دي من السن الصغير. الولاد دول كمان كانوا معايا في منتخب، معظمهم كانوا في منتخب، كانوا قوام منتخب القاهره من كذا سنه، ما كان عندهم 13 سنه. فيهم ولاد كويسين وقاعدين، وفيهم ناس صاعده من ال 2002، طبعا هنتكلم عليهم بالتفصيل ان شاء الله. وان شاء الله دي مش هتبقى التجربه الاخيره لينا على شاشه قناه النادي الاهلي. زي ما قلنا لحضراتكم من اول يوم هيبقى فيه 97، هيبقى فيه 2001، ويبقى فيه 99، وكل الفرق ان شاء الله هنساندها داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وبقول لي دلوقتي في الاعداد يا كابتن حشيش ان في ولد في الداخليه عنده امتحان، خلص الامتحان وطلع جري على النادي الاهلي مدينه نصر عشان الامتحان، عشان المباراه مذاعه على الهواء. انا عايز اقول لك ان الولد ده حاولوا، لان ولد من اللعيبه المميزه والاساسيين، فحاول الداخليه يبعت لاتحاد الكره انه ياجل صور، يأجل الماتش عشانه، لأنه هو ولد مميز. طبعا الاتحاد ما وافقش، فاضطر بقى ان هو يعني عشان عايزين طبعا ينهوا، عشان ينهو عندك بالزبط. رمضان وعندك امتحانات طبعًا اخر السنه طبعًا. كابتن طبعًا بلال، وانت طبعا يعني احد الضيوف دايما اللي بيشرفونا في ملعب الاشبال، شايف التجربه دي ازاي، خاصه دي التجربه الثالثه لينا على التوالي في على شاشه قناه النادي الاهلي؟ تقييم، يمكن تقييم التجربه بالنسبه لي اللي يمكن لاكثر من مرحله او اكثر من عنصر، يمكن العناصر الاولى والمهمه هم اللاعبين اللي ممكن يتم اكتشافهم. العناصر الثانيه المدربين اللي النادي الاهلي بيبرزها سواء للدوري المصري او اللي خارج مصر، ودي حاجه مهمه جدا. يعني شفنا محمد شرف خرج من النادي الاهلي بقى مدرب عام مثلا النهارده في انبي، شفنا النهارده عادل مصطفى النهارده بقى مدرب في الوحده السعودي، شايفين النهارده كابتن عادل عبد الرحمن بقى مدير فني لسموحه. فدي من ضمن الحاجات اللي بتبرزها التجربه. النهارده احنا بنذيع ماتش، الناس بتتفرج، ناس بتتابع، بتعرف مين المدربين اللي موجودين على الساحه داخل النادي الاهلي. ممكن قبل كده الامور تكون يعني داخليه شويه، داخليه النادي الاهلي عارفين مين ماسك 16 سنه، مين ماسك 15 سنه. النهارده الماتشات المذاعه على الهواء بتعرف كل الجمهور، وتعرف حتى الفرقه الثانيه ان في مدربين تمام في قطاع الناشئين في النادي الاهلي اكفاء بيشتغلوا بشكل كويس جدا، ممكن يكون لهم مستقبل واعد جدا في التدريب تمام. ودي هتخلي خد بالك ناس مدربين كتير من النادي الاهلي ينتشروا على الساحه تمام. ان احنا عانينا فتره كبيره جدا ان مفيش مدربين من النادي الاهلي موجودين على الساحه في الدوري المصري يا كابتن. النهارده الحمد لله ابتدينا نشوف بقى جيل طالع موجودين في كل الدوريات، سواء كانت في الدوريات العربيه او في الدوريات المحليه. التجربه اللي احنا بنشتغل عليها دي بتبرز الكلام ده بشكل كويس جدا. ممكن كمان تطلع اداريين بشكل كويس جدا للدرجه الاولى، كمان تطلع مدربين واعدين، تطلع لعيبه كمان، ممكن يبقى عندك لعيبه ما تكونش انت محتاجهم الفتره الحاليه وتشتغل معاهم بعد كده، او تطلعهم اعارات بعد كده وتبتدي ترجعهم مره ثانيه. وده برده ودي حاجه برده من الحاجات اللي التجربه يعني بتشتغل عليها. فانا شايف ان هي تجربه ناجحه بكل المقاييس، ان شاء الله تدوم باذن الله تعالى، ونشوف لعيبه تخرج بقى من النادي الاهلي تطلع فوق في الدرجه الاولى باذن الله. طيب، ومن ضمن برضو النقط اللي انت بتتكلم عليها اكتمال، واحنا دلوقتي بيستعرضوا دلوقتي مشوار الاهداف بتاع فريق 2001، ونقطه مهمه كابتن حشيش وكابتن بلال اتكلموا فيها هي نقطه المدربين. النهارده احد نتاج قطاع الناشئين ما بيبقاش مدربين بس، ده بيبقى عندك مدربين زي ما اتكلم كابتن بلال قال عندنا كابتن عادل عبد الرحمن، عندنا كابتن عادل مصطفى، عندنا السنه اللي فاتت كابتن محمد شرف راح سموحه كان مع كابتن علي ماهر وبعد كده راح لانبي. عندنا برضو لعيبه تم اعارتهم السنه دي، لعيبه مميزه، ودي برضو من ضمن الاهداف زي احمد حمدي الجزار، زي احمد ياسر ريان، زي عمار حمدي، دول كلهم بيلعبوا كانوا فريق الشباب وفريق 99 لاكتساب الخبرات. عندنا برضو ممكن من خلال قطاع الناشئين بنقدم اداريين مميزين للفريق الاول بالنادي الاهلي، برضو بنقدم جهاز طبي على اعلى مستوى برضو من خلال قطاع الناشئين للفريق الاول. برضو من ضمن الاهداف ان احنا بنقدم حكام برضو للساحه التحكيميه ولجنه الحكام. النهارده عشان تعد تحكيم لازم برضو من خلال قطاع الناشئين. طبعا انا عايز اقول لك برضو بالاضافه لكده، بالذات مواليد 2001، انت عارف المنتخب بتاع كابتن ربيع ياسين. تمام. فبرضو احنا يعني اذاعتنا للمباريات او نقلنا المباريات بتاعتهم ممكن برضو يخلي الجهاز الفني بتاع
المنتخب كابتن ربيع يقدر برضو يبص عليهم كويس. ممكن يكون صادف انه راح لفرقه مثلا النادي الاهلي في مباراه يكون فيها بعض العناصر عندها اصابات او ما بتلعبش، فدي فرصه برضو ان هم بيزع لهم الماتشات دي، ان هو برضو يتابع برضو الماتشات ليهم عشان برضو يحط ايده على العناصر المهمه سواء من 2001 او ان شاء الله بعد كده اما نبتدي ننقل برضو ل 2002 والفرق كل الفرق ان شاء الله داخل القطاع هننقل لهم. عايز استعرض دلوقتي برضو مع حضراتكم تاني التشكيل علشان نعرف برضو التشكيل ان شاء الله، تشكيل النادي الاهلي اللي هيبتدي معانا النهارده دلوقتي، هيبقى معانا دلوقتي على الشاشه بعد دقيقه ومن خلال برضو النتائج. شايف يا كابتن بلال النهارده فريق 2001 لعب 20 مباراه، فوز في 16 مباراه، تعادل في 3 ماتشات، هزيمه في مباراه واحده، وخاصه ان الهزيمه دي هي الوحيده من 3 سنين. شايف النتائج دي ازاي بالنسبه لفريق 2001؟ بص، المتعارف عليه داخل النادي الاهلي الفرق كلها بتلعب على البطولات، دي رقم واحد. رقم اتنين ان كل الفرق اللي موجوده في النادي الاهلي عندها استراتيجي محدده، وهي ان انت تطلع ناشئ او تبرزه للفريق الاول. النهارده 2001 يعني انت بتتكلم في حوالي 17 سنه، يعني خلاص سنه او اتنين بكتير هيكون الفريق الاول. فانت النهارده بتعد جيل هو جيل النادي الاهلي في المستقبل. احنا خاصه ان احنا كان عندنا مشاكل الاربع سنين اللي فاتوا دول ان احنا ما بنخرجش حد للدرجه الاولى، ما عندناش ناشئين بيطلعوا فوق. فالنهارده لما تشتغل على الحته دي بشكل كويس جدا، هتبرز لعيبه عندها الامكانيات ان هي تلعب في الفريق الاول، هتوفر عليك حته ان انت بتشتري كتير على طول من الدوري المصري. يعني دي حته مهمه جدا. اسامه انت طلعت وانا طلعت وامير عبد الحميد طلع وابراهيم سعيد طلع من الدوري وهادي يعني اسماء مش عايز اسماء وهشام حنف، ناس كتير اسماء كبيره طلعت من القطاع ده، اسماء كتيره. خد بالك النهارده لما بنتكلم في فرقه 2001 ده معناه يا كابتن انت السنه اللي جايه خلاص هتبتدي تلعب الماتشات الوديه، هتبتدي تتمرن مع الدرجه الاولى، هتبتدي تشارك ولو حتى في اجزاء بسيطه. صحيح. فالنهارده احنا بنتكلم في حاجه هنشوف التشكيل وهسيبك تتكلم النقطه بتاعتك يا كابتن بلال. تشكيل فريق الاهلي دلوقتي زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم على الشاشه، في حراسه المرمى حمزه علاء، خط الظهر من اليمين احمد سيد عبد النبي، اثنين مساكين محمد مغربي وهاني عمرو، باك ليفت محمد اشرف، اثنين ارتكاز في وسط الملعب عربي بدر واحمد نبيل كوكا، ثلاثه تحت المهاجم حماده الفيل واحمد اشرف ومحمد سلامه، وفي خط الهجوم عبد الوهاب علي، الاحتياطي برضو عاصم سليم طه محمود معاذ انور فادي وليد محمد ياسر محمود صابر يوسف عبد القادر. دي وهنشوف برضو تشكيل الداخليه دلوقتي برضو معانا، هنقوله لحضراتكم مره ثانيه برضو زي ما شفنا تشكيل الاهلي هنشوف تشكيل الداخليه. تشكيل الداخليه في حراسه المرمى زياد محمد مؤمن صالح احمد محمود زياد طارق وسيف ايمن احمد شعبان ضياء مصطفى طه كرم شعبان ومحمد صلاح وميدو ناصر، الاحتياطي احمد نبيل ومحمد هاني مصطفى عبد القادر عبد المنعم امجد واحمد اشرف ومحمد علي وزياد حسني. كابتن بلال نقطه مهمه جدا اللي انت كنت بتتكلم فيها دي، حته ان خلاص لعيب 2001 اصبح على مشارف الدرجه الاولى. طبعا عايز، وانت ذكرت اسماء دلوقتي من اجيال مختلفه، طب ما نيجي نتكلم عن الجيل يا كابتن حشيش دلوقتي اللي موجود دلوقتي في الفريق الاول بالنادي الاهلي، نمسكه من الاول نشوف مين من ابناء النادي الاهلي، وطبعا كل الناس اللي انضمت الثانيه حتى اللي ما لعبش في ناشئين النادي الاهلي زي وليد سليمان او حسين الشحات لسه موضوع تحس انهم داخل النادي الاهلي، بس عايز يعني اسلط الضوء على اللي خرجوا من قطاع الناشئين، نمسكها من حراسه المرمى. يعني عندنا شريف اكرامي، محمد الشناوي، عندنا محمد الشناوي مظبوط، عندنا خط الظهر من ورا محمد هاني صح، عندنا سعد سمير، سعد سمير، ايمن اشرف انا بس عشان ما انساش حد بالزبط. ايمن اشرف، عندنا في وسط الملعب هشام محمد، رامي ربيعة، رامي ربيعة، كريم ندفد، هشام محمد بالزبط. اسلام محارب، حسام عاشور مظبوط، عندنا عمرو جمال. يعني ده كله من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي عشان بس ما ننساش حد، يعني يمكن اكثر من نص الفريق او قوام الفريق يعني طب لعيبه من طبعا النادي الاهلي، ودي هترجعنا للفتره الجميله بتاعت زمان الاجيال القديمه شويه. كان معظم الفرقه او تقريبا يكاد يكون كل الفرقه، يعني انا لو هتكلم على الجيل بتاعي انا مثلا خمسه معايا او اربعه معايا من الفرقه مدرسه الكوره او من ال 13 طلعوا درجه اولى. طلعنا الدرجه الاولى كل الفرقه ابناء النادي الاهلي باستثناء مثلا كابتن مختار جاي من اسكو، ايمن شوقي مؤخرا كان جاي من الكروم، انما القوام الاساسي هو
لعيبة النادي الأهلي، اللي تربت في النادي الأهلي، اللي عارفة مبادئ النادي الأهلي، اللي مقدرة يعني إيه قيمة النادي الأهلي والفنانة الحمراء. طبعا أنا ما بقولش الكلام ده على الناس اللي جاية من بره، الناس اللي جاية من بره بتنصهر، ودي حاجة ميزة في النادي الأهلي. عندنا حسين الشحات يعني بالزبط. واحد لما يضحي بالأموال والفلوس دي كلها عندنا حبا بس في النادي الأهلي، ياسر إبراهيم منضم حديثا، عندنا وليد سليمان، عندنا وليد أزار وعلي معلول، تحس انهم يعني مترابين جوه قطاع النادي الحياة، جايين كلهم ويتمنوا انهم يرتدوا الفانيلا الحمراء، وفيهم نجوم كبار زي حسين الشحات. انما ساب الكلام ده كله وراح على الفانيلا الحمراء لانها عشقه الاول. فاحنا ان شاء الله، انا حاسس من مجلس الادارة الحالي الاهتمام، يمكن عشان قريب شويه من قطاع الناشئين، فشايف اهتمام السنه دي كبير بالقطاع. الحقيقه اما يبقى رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يزور قطاع الناشئين اكتر من مره، ويقعد يتكلم مع الناس ومع اللعيبه، ويسلم على اللعيبه، ويتعرف على اللعيبه. يمكن في لقطه جت في بنعرضها دلوقتي، اللقطات على الشاشه دلوقتي، خاصه ان دي كمان يا كابتن حشيشه، كابتن بلال، مش الزياره الاولى، كان في زياره في بدايه فتره الاعداد. صحيح. كانت مع المدربين، واجتمع الكابتن محمود خطيب بالمدربين في بدايه الموسم. النهارده دي الزياره الثانيه، بس كانت مع اللعيبه ومع المدربين برضو، ودي مهمه اسامه قوي. يعني الكابتن الخطيب شايفه بيسلم على اللعيبه وبيساله انت اسمك ايه، يعني عايز يتعرف على اللعيبه دي. ما عندكش فكره اما يعني قيمه زي كابتن الخطيب، نجم كبير، يعني غير انه رئيس النادي الاهلي، نجم كبير، ان هو يتكلم مع اللعيبه يا بلال ويحفزهم، ويبقى عايز يعرف اسمائهم وبتاع. دي حاجه بتحسس اللعيبه ان هم يعني قريبين من ان شاء الله باذن الله الدرجه الاولى. انا عايز اقول حاجه مهمه في النقطه دي يا كابتن. مهمه جدا الزياره دي لسبب، يعني لعده اسباب، بس انا هقول السبب الاهم بالنسبه لي من وجهه نظري كاحمد بلال. يعني السبب الاهم ان الفتره اللي فاتت دي كلها كل اللعيبه اللي كانوا في قطاع الناشئين ما كانش عندهم امل ان هم يصعدوا في الفريق الاول. صحيح، كلام مظبوط 100%. الفتره اللي فاتت، السنوات اللي فاتت، النادي الاهلي بيشتري من بره، تدور على حد عشان يصعد يلعب في الفريق الاول، فكانت دي مش موجوده، مش متاحه. صحيح صحيح، تمام. كل اللعيبه كانت بتيجي من بره، ففكره ان انت تمام نجم النادي الاهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب بيروح يزور قطاع الناشئين، دي مسج للعيبه ان الفتره اللي جايه انتوا جايين فتره اهتمام. صحيح. الفتره اللي جايه هيبقى في سبوت على الناشئين. الفتره طبعًا. اللي جايه لا يبقى في اهتمام. فاحنا النهارده الفكره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي انك تعتمد على او مش هتعتمد، او انك تخرج او صحيح. تستقطب او تشوف العناصر اللي موجوده عندك في قطاع الناشئين المهمه واللي تقدر تفيدك في الدرجه الاولى، هتبقى موجوده. صح. دي المسج دي مهمه جدا انها توصل للعيب. انا النهارده كلاعب في النادي الاهلي وصل سن 18 19 سنه، رقم واحد بفكر يلعب في الدرجه الاولى. طبعا الفتره اللي فاتت ما كانش في الحته دي موجوده شويه. صح. تمام، كان عندك لعيبه كتيره والاستقطاب بتاعك كان من بره. النهارده لما يبقى رئيس النادي بتاعك بيجي ويقعد معاك في قعده ويديك اهتمام، ده معناه لا، المسج بقت واصله خلاص، ان بقى فيه اهتمام في الحته دي. اللعيب اللي هيبرز، اللعيب اللي هيبقى كويس، ممكن هيتم تصعيده للدرجه الاولى. فدي رسائل خد بالك يفهمها اللعيبه وتفهمها المدربين. اللي يعني في المسج يا بلال اللي انت بتقول عليها كمان نزودها كمان غير اللاعبين، للاجهزه الفنيه. تمام، مهمه جدا كمان للاجهزه الفنيه، ان انتوا برضو قريبين. لما بنصعد حد ليه يبقى مساعد مثلا مع اي مدرب اجنبي بيجي فوق، نصعده لل 97، لان دلوقتي فرقه مثلا ال 97 في النادي جزء لا يتجزا عن الفرقه الكبيره. تمام. بيكملها بقى كمان بالبرامج بتاعتك، بالبرنامج بتاعك اللي انت بتعمله مع الاستوديوهات اللي احنا بنعملها دي، كمان بتزود الاهتمام. مش بس رئيس النادي الاهلي بيروح لكم وبيشوف مشاكلكم، بيتعرف عليكم وفي وسطيكم واكتر من مره، مش مجرد مره اللي هي بس في اول السنه، لا ده كمان في وسط الموسم. كمان الاستوديوهات كمان بتنقل لكم ماتشاتكم، يعني فيه اهتمام كبير قوي لكل عناصر قطاع الناشئين. ومن هنا ان شاء الله باذن الله ربنا سهل هيبان اثره فيه السنين اللي جايه باذن الله. ويا ريت ذكروني انت معانا على الهواء وانت كنت بتنقل دلوقتي يعني لقطات الكابتن محمود الخطيب، لو معانا الصوت وابرز النصائح اللي قالها كابتن محمود الخطيب للاعبين، يا ريت تجهزها وتبقى معانا دلوقتي على الهواء. كابتن بلال، طبعا كنا بنستعرض دلوقتي برضو ارقام الاهلي. الاهلي متصدر، لعب 20 مباراه، فاز في 16، تعادل في 3 ماتشات، هزيمه في مباراه واحده، متصدر ب 51 نقطه. الاهداف الكتير دي بتدل ان كابتن احمد سراج بيلعب كره هجوميه فعلا.
اه طبعا، بس خد بالك برضو يا اسامه الناشئين بطبيعه الحال بيبقى فيها اهداف كتير. يعني انت عارف الناشئين ماتش بينتهي 4 و5 و3 و4 يعني من القلائل لما المباراه تنتهي 1 أو 2 يعني. احنا في الناشئين تقريبا مفتوح، كنا بنجيب مثلا بال 50-60 جول في الموسم يعني. فانت عرضه حتى كمان يعني هتلاقي الطلائع 30، بتروجيت 45، مصر 45. بس انا عايز اقول ان انت الهدف الكبير بالنسبه لك بيجمع الاهداف الصغيره. عايز لا 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 اتفضل اتفضل. الهدف الكبير بيجمع الهدف الصغير. الهدف الكبير بالنسبه لك انك تعمل فريق محترم يطلع منه 3-4-5 لعيب للفريق الاول، وده اللي بيشتغل عليه المدير الفني يا كابتن. الاهداف اللي بتيجي من تحتيه تلقائيا هو ان انت بتكسب، بتعمل شغل كويس قوي هجومي، بتعمل شغل كويس جدا دفاعي، انك بتعتلي القمه، وده وضع طبيعي جدا. صحيح. لان انت برضو النادي الاهلي في الاول وفي الاخر انت النادي الاهلي، مش الفكره ان انت بس بتحاسب على انت ما صعدتش حد في الدرجه الاولى. عشان تصعد حد في الدرجه الاولى ده متطلب منك انك تعمل نظام للفرقه نفسها. النظام اللي موجود ده بيخليك تبقى انت دايما ماشي اول، دايما بتنافس، انت النادي الاقوى في مصر، النادي الافضل في مصر. فبطبيعه الحال الاهداف الرئيسيه بالنسبه لك انك انت تاخد دوري او تنافس بشكل كبير، والنادي الاهلي هو يعني المنافسه دي موجوده بطبيعتها، لكن انت تاخد الدوري العام هي دي الحاجه المطلوبه بالنسبه لك. رقم اثنين انك تعمل تيم قوي جدا في عناصر تقدر ان هي تشتغل وتلعب في الفريق الاول. رقم ثلاثة ان انت كمدير فني بتبرز نفسك من خلال النتائج بتاعتك ومن خلال الاداء بتاعك. انا النهارده راجل متصدر الدوري العام، فرقتي فرق نقط كتيره جدا، بكسب على طول الماتشات، ما بتغلبش، فدي حاجه كمان بتدي حد اضافيه للسي في كمدير فني. ففي اهداف كتيره جدا بتشتغل عليها. فالنهارده الارقام اللي محققها احمد سراج، هو الحقيقه بقاله فتره كبيره في النادي الاهلي وماشي بشكل كويس جدا، 16 مكسب خلاص. خد بالك انت برضو في فتره دلوقتي يا اسامه الفرق بقت قريبه من بعض شويه، يعني قطاعات الناشئين بقت اللعيبه قريبه من بعض قوي، يعني ما بقاش في فروق كتير، عشان بقى في فرق بتلعب في الدوري الممتاز، وبقى الطموح موجود عند كل الناس، وانك الرغبه موجوده، والاستقطاب بقى موجود في كل مكان. والنهارده كل الفرق بتعمل اختبارات في كل مكان، النهارده كل الفرق بتدور تسبق بعضها في قطاع الناشئين، لان ده بقى الاستثمار الكبير. عشان كده انا بحيي البرنامج ده، عشان نقطه كمان مهمه، انك لو انت ما قدرتش تلاعب اللعيبه عندك هتعرف تسوقه في اي حته. صحيح. وده شيء ايجابي يعني. صحيح. النهارده بدل ما اجيب اللعيب واصرف عليه في قطاع الناشئين وبعد كده اسلم عليه واقول له شكرا، لا، انا من خلال النهارده اذاعه الماتشات بعرض وبسوق اللعيبه اللي ممكن ما اقدرش ان انا استفيد منها فيما بعد. تمام. فعشان كده بقول لك الحاجه اللي احنا بنعملها دي حاجه ايجابيه جدا. وانت بتتكلم عن الاستثمار الحقيقه كابتن حشيش، اجي لك وانا كنت بستعرض جدول الترتيب، يعني لفت نظر الاسماعيلي. انا عايز اتكلم عن النقطه دي. الاسماعيلي كان بالزبط اهم ممول ليه للفريق الاول، هو قطاع الناشئين. الاسماعيلي كان عنده اقوى قطاع ناشئين في مصر، النهارده بشوفه في جدول 2001 في المركز ال 14. انا حزين على موضوع يعني، انا فوجئت ان هو في المركز ال 14. اسماعيلي دايما يعني غني بالاشبال بتوعه، واحنا بنقول يعني كنا بنقعد نتكلم نقول الاسماعيلي بيجيب اللعيبه دي منين، الاشبال دي منين. بيبيع كم كبير، وكل مره بنلاقي زي ما شايفينها دلوقتي مستعرضينها على الشاشه. الاسماعيلي مركز 14 عنده 23 نقطه. ف يعني الموضوع ده لازم يعني يتشاف له حق في النادي الاسماعيلي. لان ده اعتقد ان هو منعكس على الدرجه الاولى والفريق الكبير، لان برضو نادي الاسماعيلي من الانديه اللي امكانياتها برضو الماديه مش كبيره انها تقدر تستخدم لعيبه على مستوى عالي، وكانوا بيعتمدوا في المقام الاول على الناشئين بتوعهم. فلما يبقى الناشئين بتوعهم اللي هم خلاص سنه والمفروض يلعب بدرجه اولى، ان هو مش موجود او ان هو في ترتيبه 14، اتكلم على 22 مباراه، فوز 5، تعادل 8، هزيمه 9، دي نسب صعبه جدا. طبعا. كذلك برضو في انديكيشن. سيبك تستكمل الحته دي يا كابتن حشيش، هروح دلوقتي للملعب لمراسلنا محمد توفيق. معانا دلوقتي محمد توفيق، جاهز؟ طب اتفضل يا محمد. اهلا بيك يا كابتن اسامه. اتفضل قول لي بقى الاحداث. كابتن سامح حسني، برحب بحضرتك بضيفك الكرام كباتن مصر كابتن محمد حشيش وكابتن احمد بلال وكل مشاهدي ملعب الاشبال في كل مكان. تجدد اللقاء لتسليط الضوء واكتشاف المواهب في الملاعب المصريه وملعب الاشبال. النهارده معانا مباراه الاهلي والداخليه في اطار مباراه الجوله 23 من اطار منافسات دوري الجمهوريه مواليد 2001. يمكن الاهلي بيخش المباراه النهارده يا كابتن برصيد 51 نقطه في المركز الاول في المقدمه، بينما فريق الداخليه بيدخل المباراه في المركز القبل الاخير او 17 برصيد 14 نقطه. يمكن الداخليه كانت تعثر كتير في البدايه، لكن
تم تغيير في الجهاز الفني وكابتن هاني عبد الباقي ما موجود، يمكن لعب مباراتين تم الفوز فيهم امام بيراميدز والمباراه الثانيه امام الجونه، ده صعد شويه من مستوى الفريق. ومعانا دلوقتي عشان نتكلم على المباراه بشكل اكبر كابتن هاني عبد الباقي المدير الفني لفريق الداخليه. كابتن هاني يعني بنرحب بحضرتك في البدايه، يعني اتكلمنا النهارده عن مباراه يمكن استلمت الفريق وهو عنده 8 نقط في مباراتين، قدرت تحصل 6 نقط وده ساعد الفريق كتير في تقدم مركزه. هو الحمد لله احنا اشتغلنا على الفريق الفتره اللي فاتت كويس، الفرقه شغاله، الفرقه فيها لعيبه كويسين جدا بس يعني فيهم كسل، الطبيعه بتاعت اللعيب اللي مش ما عندوش طموح. ابتدينا طبعا نتكلم معاهم، ابتدينا نعالج نفسي شويه، ابتدينا نشتغل معاهم شويه قوه واحمال بدنيه ان احنا نقدر نوقفهم على رجليهم الفتره اللي جايه. الحمد لله لعبنا ماتشين ربنا كرمنا بالفوز فيهم، والنهارده طبعا الحمد لله مستعدين للماتش كويس جدا. كابتن هاني يعني النهارده بتلعب فريق النادي الاهلي، المباراه مذاعه على الهواء في تجربه هي الاولى وملعب الاشبال، دي ثالث مباراه بنلعبها على الهواء، لكن النهارده الداخليه، يعني قلت ايه لعيبتك وده هل فرق معاهم في الاعداد البدني قبل المباراه ان المباراه مذاعه ومصر كلها هتشوفها؟ لا والله، هو انت طبعا حتى من واحنا في الناشئين كونك ان انت بتلعب قدام النادي الاهلي ده بيبقى حافز كويس طبعا بالنسبه للعيبه مصر كلها سواء على اي مستوى في الفرق، اي حد بيلعب قدام الاهلي بيلعب قدام اكبر نادي في مصر وافريقيا طبعا، فده لوحده بيبقى حافز بعيد عن الماتش مذاع او مش مذاع، ده بيبقى حافز للاعيب نفسه ان هو عايز يثبت نفسه، واحنا اشتغلنا على الحته دي كويس قوي الحمد لله. بنشكرك كابتن هاني واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، بس ان شاء الله بعد مباراه النهارده. كابتن اسامه يمكن كان في مواقف طريفه النهارده حصلت قبل المباراه خاصه باللاعبين والامتحانات، يمكن في اثنين من لاعيبه الداخليه لاعب محمد هاني يعني ساب الامتحان كتب اسمه بس في ورقه الامتحان وجاي لان دي مباراه النادي الاهلي والمباراه مذاعه على الهواء، ففضل ان هو يكتب اسمه بس في ورقه الامتحان ويترك الامتحان ويجي من محافظه الشرقيه عشان يلحق المباراه النهارده. تمام، شكرا يا محمد، نشكر مراسلنا محمد توفيق وان شاء الله هنتواصل معاه يعني مره ثانيه بعد نهايه اللقاء. كابتن حشيش اتفضل. عايز اقول ان لما تيجي تبص على الفرق وترتيب الفرق في الجدول تحزن طبعا على نادي الاسماعيلي، انه الاشبال نادي الاسماعيلي زي ما بقول لك كان قام رئيسي بالنسبه للفريق الاول، مش موجودين النهارده، الترتيب صعب جدا جدا. كذلك برضو الفرق اللي هي دايما كانت في المقدمه زي زمالك وامبي ومقاولين برضو ترتيب متاخر خالص، انت بتتكلم على امبي خامس، مقاولين سابع، زمالك ثامن، يعني ارقام ونسب صعبه جدا. بنشوف طبعا فرق متقدمه شويه في الجدول زي بتروجيت وطلاع الجيش، طلاع الجيش عندهم قطاع ناشئين بصراحه على مستوى عالي، كذلك برضو المقصه والمقصه برضو قطاع الناشئين اللي هناك، برضو ابناء النادي الاهلي اللي ماسكين في كابتن محمد عبد الجليل بالظبط في المقصه. فالترتيب ده واحنا خلاص احنا بنتكلم على يمكن ثالث او رابع ماتش في الدور الثاني، فممكن دي تبقى في البدايات مثلا يحصل اي دروب ولا حاجه الفرقه دي تستعيد تاني المراكز بتاعتها، انما من الترتيب ده انا شايف ان في بعض الفرق وخصوصا الفرق الكبيره اللي معودانا انها تبقى في الصداره في نقص خطر بالنسبه لهم، بالنسبه للقطاع الناشئين لازم يبقى فيه اهتمام اكتر من كده. انا دجله برضو في علامات استفهام كتيره جدا، يعني يمكن دجله من الفرق 16 ترتيبه 16 ده دجله من الفرق يمكن اللي بتشتغل كأكاديمي وكمدرسة كرة بشكل متوسع جدا، يعني النهاردة عندهم أكاديميات في كل مكان في وعندهم منتخبات وعندهم حاجات كتير جدا. النهاردة لما تبقى عندك أنت القاعدة دي كلها وبتشتغل، يعني ده معناه أن أنت في خلل عندك في المنظومة، خلل في القطاع نفسه، خلل في الشغل نفسه. تمام. الكثرة والانتشار مش شيء مهم جدا، ولكن وانت عندك كثره وعندك انتشار لازم يكون عندك دقه في الاختيارات يا كابتن، لازم يكون عندك نظام بتشتغل عليه، لازم يكون عندك هدف. صحيح. النهارده دجله عندهم قاعده كبيره جدا من الانديه، عندهم قطاعات ناشئين كتير جدا، عندهم اكاديميات كتيره جدا، عندهم منتخبات بيشتغلوا بشكل كويس، بس ده فاينالي ما بيصبش في مصلحه واضح يعني. صحيح. من اللي موجود قدامنا عندهم قاعده كبيره من الناشئين ممكن كبيرة يتم اختيارها للفرق القطاع نفسه، المفروض ده بطبيعه الحال. لكن كون ان انت يبقى في يعني احنا ممكن نيجي على فرق مثلا السادس او السابع نقول في بعض الاوقات الظروف ما سمحتش او المباريات خرجت بنتيجه سلبيه او انت كنت مثلا مش يعني كنت عندك باد لك في مباراه المباريات، فالنهارده السكور بتاعك او ترتيبك في جدول الترتيب مش عالي مش كبير، لكن لما تبقى النهارده 17 او 16 يبقى انت عندك خلل اكيد يا كابتن، مش معقول انت كل الماتشات فيها ان لاكي يعني طبعا. مش طبيعي يعني طبعا. فالنهارده اكيد في فرق فعلا عندهم مشاكل في قطاعات الناشئين، عشان كده يعني دايما بنحيي الفرق الكبيره ان الناشئين فعلا يا جماعه استثمار كبير جدا للانديه، سواء اذا كان اللعيبه اللي بتصعد او اللعيبه اللي ممكن انت تبيعها او اللعيبه اللي ممكن تطلعها عرا وترجع لك تاني.
ففي خلل في بعض الفرق اللي انا ما كنتش متوقع يعني اسماء انديه كبيره جدا في ترتيب الناشئين وبتشتغل كويس في الناشئين يعني اسماء انديه كبيره وبتشتغل كويس في الناشئين يعني انا ليه بقول دجله عشان عنده منظومه كبيره جدا في الناشئين انا ليه راي برضو يعني ملاحظه تحس ان الانديه الغنيه اللي هي بتشتري لعيبه في الفرق الكبيره تلاقي قطاع الناشئين عندهم يعني الفرقه بتاعتهم ترتيبها يعني لتحت شويه طب ما احنا خلي بالك بيستسهلوا ان هو انت عندك الاسماعيلي واحنا بنتكلم عليه برضو الاسماعيلي مش يعني ما بيشتريش ما عشان كده بقول لك صوره كبيره عندك وادي دجله برضو نفس الكلام يعني في انديه برضو يعني لو ركزت وخلي بالك كان قوه الاسماعيلي دايما في قطاع الناشئين طبعا مع اكيد مع عوده الكابتن ابو جريشه مره تانية ممكن هيعيد صياغه وترتيب تاني قطاع الناشئين بنادي الاسماعيلي عايز اخدك لنقطه تانية يا كابتن حشيش واحنا بنتكلم عن بقى طريقه اللعب هل النهارده وانا كنا عاملين تقرير في برنامج الاشبال مع وادي دجله واحنا كنا بنتكلم عن وادي دجله بيوحدوا دلوقتي طريقه اللعب مع المدرب اليوناني ماسك الفريق الاول يعني طلب ان كل قطاع الناشئين يلعب بنفس اسلوب اللعب اللي هو بيلعب بيه التحضير من تحت والكره القصيره والكلام ده تمام. هل دلوقتي النهارده احنا شايفين النادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1 ده اسلوب نفس اللعب برضه نفس واضح ان النادي الاهلي قطاع الناشئين مثبت كله في الفرق الكبيره نفس الطريقه 4-2-3-1 دي شفناها في ال 97 والنهارده في ال 2001 واعتقد ان نفس القصه في ال 2099 وانا عارف انها فرقه برده ال 2002 نفس القصه فهي عشان الولد يبقى طالع على نفس الطريقه واخد على الطريقه دي ومكمل للفرق الكبيره تمام كابتن بلال هو سيستم واحد انت بتشتغل عليه يا استاذ يعني احنا دايما والسيستم ده كل ما قربت من الفريق الاول كل ما كان لازم تشتغل على السيستم ده يعني تمام عشان اللعيب خد بالك ما يطلعش فيه خلل ما يطلعش فيه اختلاف ما بين يعني النهارده انا بلعب 4-4-2 فورميشن مختلفه تاكتكس مختلف تحركات استراتيجي مختلفه تمام حتى نوعيه اللعيبه اللي بتختارهم خد بالك يا كابتن انت بتبني صح. الخطه بتاعتك على على نوعيه اللعيبه اللي موجوده مظبوط فالنهارده لما العب 4-4-2 غير لما بلعب 4-2-3-1 غير ما العب 4-3-3 الامور مختلفه انت الخطه بتاعتك بتبقى مختلفه فنوعيه اللعيبه اللي انت بتحتاجها بتبقى مختلفه شويه فعشان تشتغل بسيستم مختلف ما بين فرقه 18 سنه اللي هي 17 دي او فرقه المستقبل المفروض وما بين الدرجه الاولى هيطلع لعيب عنده خلل شويه هياخد فتره كبيره جدا عشان يشتغل في الفريق الاول وكمان ممكن يبقى السبوت بتاع المدير الفني بتاع الفريق الاول مش موجود في الحته طبعا. دي تمام لان ممكن يحتاجه في اي لحظه من اللحظات ده اكيد عايز يطلع على طول يبقى حافظ نفس الدور بتاعه هنشوف دلوقتي ابرز النصايح اللي كابتن محمود الخطيب قالها للعيبه في الاجتماع الاخير دلوقتي محتاج مهمه في انك تاخد بالك من اكلك من وزنك من دراستك كل ما تبقى مثقف ده حاجه بتزودك انت كشخص بتبني نفسك بتبني مستقبلك اللي جاي لازم تاخد بالك من كل خطوه بتخططها حته الاب والام دي بقى كان في زمان وانا في السبعينات كان الله يفكر سيدي حسن طبعا سيدي حسن كان لعيب راح 21 سنه وانا كنت بلعب تحت 17 ولعبنا بعض فريق اول فبعد التمرين كده قال لي ما تيجي تذاكر كنت في ثانويه عامه وهو في اولى طب ولا ثانيه طب حاجه كده فالمهم رحت مع البيت سكرت في حدا في البيت ده وانا قاعد عنده قال لي في واحد راجل كل يوم يجي عليك عايز يتصور معاك فالمهم بعدين ازيك قال لي جه تحت بس راجل يعني على قد حوشي خليه يطلع يسكر انا قلت له خير قلت له انا هنزل انا فنزلت الراجل لما نزلت له لقيت واحد عجل ولابس لبس بتاع القوات المسلحه ده بتاع الدم دي ومعاه طاولتين خشب على دماغه نزل الطاولات دي وبتاع وقعد صورت معاه وسلمت عليه بعد سنه كده ولا سنتين كلمني الراجل وقال انا عايز تجيلي بيتي برضه في حدائق فرحت البيت رحت له سنين تحت البيت ما شاء الله ساكن البيت كويس الشقه كويسه طلعت معاه فتح الباب ودخل قبليه فانا داخل وراه سابني على الباب وجري كنبه عارفين الكنبه البلد بتاعتنا كده كنبه دي كده واحده ستي مليانه جدا وما تشوفش وقاعده مربعه رجليها واحده راح رايح جاي قاعد اروح بس ايديها وبس دي فطبعا قلت امه اكيد دي امه فعلا وقلت الراجل ده انت شفته من سنتين
الحال اختلف. اكيد ربنا هيكرمه علشان علاقته تكون بالشكل ده، اكيد ربنا هيكرمه. الراجل ده واحد من اغنى اغنياء مصر، اسمه الحاج حليم الله يرحمه. لو سمعوا الحاج حليم ده هو اسمه الحاج حليم الله يرحمه. الراجل ده هذا الشكل بقى عنده ضرب الخشب دي، بقى عنده اربع مصانع ضرب الخشب، بقى عنده ما شاء الله عمرات كتير. فرضا الاب والام ده يا شباب ده مني. ماشي كابتن حشيش، ابرز النصايح اللي طبعا رساله طبعا للاجبال من رئيس النادي الاهلي، بر الوالدين طبعا. محدش فينا اساسا بقى في المكانه اللي هو فيها الا عن طريق دعوات والدته ووالده، وبر الوالدين اهم حاجه في الدنيا. لو عملت يعني مهما تعمل من غير رضا الوالدين استحاله هتعمل حاجه في يوم من الايام. فدي نصيحه، لان في ناس ساعات ممكن الشهره بقى والفلوس وبيبقى مثلا في وضع معين ويبقى في وضع تاني ممكن ينسيه اهله وصله الرحم. فكابتن محمود دي رساله كبيره جدا، اعتقد انها وصلت للعيبه الصغيره خاصه يعني. كمان لما الرساله تبقى من نجم كبير زي كابتن محمود الخطيب. وكنا عاملين هنا لقاء مع عم عبد الله، كانوا عاملين تقرير مع عم عبد الله عيد اقدم اداري داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي. صحيح. وكان بيحكي بيقول دايما الكابتن صالح سليم دايما كان بيجي كل اسبوع كل شهر يقعد يتفرج على الولاد الصغيره براعم الاهلي. صحيح. 10 سنين و8 سنين كان دايما متواجد. فالنهارده برضو الكابتن محمود الخطيب انه يعني قامه وقيمه كبيره انه يكون متواجد بنفسه مع الناشئين ومع المدربين، فدي حاجه كبيره جدا طبعا. كابتن بلال، ماتش الاولاني في الدور الاولاني بين الاهلي والداخليه انتهى ب 6-1 فوز الاهلي. فكرك ايه 6-1 الاول قبل ما اسالك؟ خناير لسه ولا احمد؟ 6-1 كانت نتيجه الاهلي والداخليه في الدور الاول مواليد 2001. والله الارقام دي بتزعل ناس كتير، وانت كنت احد الموجودين في غزوه 6-1. الارقام دي بتزعل ناس كتير، التواريخ دي والارقام دي بتزعل ناس كتير. ما بحبوش يناير ابدا. خالص، ولا شهر 6 برضه، ولا شهر 6 اول السنه ونص السنه يعني. لا طب بص، النتائج في قطاع الناشئين بتبقى مختلفه شويه، يعني ممكن تكسب 6-1 وبعد كده ترجع يعني عارف تكسب 2-3 على حسب يعني. خد بالك لان الـ يعني حتى زي ما احنا سمعنا كابتن خطيب وهو بيتكلم مع الولاد، كل سن بيبقى له طريقه تفكير، كل سن بيبقى له طريقه في النصح بتاعه. تمام. انت النهارده حتى الكابتن خطيب بيبرز الحاجات المعنويه بالنسبه للولاد، انك انت ازاي تتربى كويس، انت ازاي تحافظ على القيم الكبيره اللي موجوده عندك. انت اكبر قيمه بالنسبه لك في الحياه هي والدك ووالدتك، دول اكبر حد موجود عندك في الحياه بقى، يعني مفيش حد اكبر من كده. تمام. فبالتالي دي قيم انت لازم تحافظ عليها. النادي الاهلي النهارده لعب هيلعب مثلا لعب مع الداخليه المباراه الاولى 6-1، فخلاص الولاد في ثقه في ثبات. النهارده في مباراه ثانيه اكيد كابتن سراج هيشرح لهم ان الامور مختلفه شويه، الفرق في الناشئين بتتغير بشكل كبير جدا طبعا. يعني خلاص في تأييد، في لعيبه بتمشي، لعيبه بتيجي بسرعه، الموضوع مفتوح شويه في الناشئين شويه. وبعدين الايموشنز يعني الحاجات الداخليه بالنسبه للعيبه بيتاثروا بقى بشكل كبير، يعني اللعيبه دايما في الناشئين بيبقى الحماس اكتر بالنسبه له، الحماس اعلى بالنسبه له. النهارده كمان زي ما انت قلت يا اسامه من شويه، قلت ان في لعيب ساب الامتحان وراح يلعب المباراه. عارف ان المباراه مذاعه، فالنهارده التضحيات موجوده عشان خاطر انت هتلعب مع النادي الاهلي وهتلعب مباراه مذاعه ممكن مصر كلها تتفرج عليها. فالنهارده مباراه مختلفه تماما عن الدور الاول، التفاعلات هتبقى مختلفه شويه، الاهداف مختلفه عند اللعيبه، مش بس عند المدير الفني لا كمان عند اللعيبه. حتى النهارده برضه المديرين الفنيين النهارده بيتفرجوا او بيفرجوا طبعا. الناس او بيعملوا شو لنفسهم يا كابتن، بيفرجوا الناس عليهم طبعا. هيشتغلوا ازاي اللعيبه بتاعتها اللي هم اتمرنوا هيشتغلوا ازاي في الملعب، النصيحه هتبقى اكتر بكتير جدا. صحيح. التركيز هيبقى اعلى. النهارده ممكن الداخليه يبقى رافع قمه التركيز بتاعه لدرجه كبيره جدا، واعتقد برضه لعيبه النادي الاهلي يعني نفس الموضوع، ان قمه التركيز هيبقى في اعلاه النهارده، لان بتلعب مباراه الناس كلها بتتفرج عليك، مباراه تكتيكيه، المهارات الفرديه لازم تكون موجوده النهارده، السبيريت الروح اللي موجوده عند اللعيبه هتبقى مختلفه النهارده. فكون ان تذيع ماتش زي النهارده الامور الفنيه والروح القتاليه هتبقى مختلفه بشكل كبير. انا عايز اضيف لك حاجه، اضيف لبلال حاجه برضو. المباراه الاولانيه كانت في بدايه البطوله، كانت يمكن سادس لقاء تقريبا من 22 لسه الدنيا ما ظبطتش، لسه ما عرفوش بعض، انما اعتقد النهارده الوضع هيبقى مختلف. فرقه الداخليه طبعا شافت النادي الاهلي كويس في المباراه الاولانيه وشافته من خلال لقاءات البطوله ككل. فالنهارده زي ما انت بتقول مباراه مختلفه، معطيات مختلفه، نقل المباراه على الهواء ده هيدي
للعيبة كتير جدا في النادي الأهلي والداخلية، اهتمام أكتر وتركيز، عايزين يظهروا بأحسن صورة. لعيبة الداخلية برضو ممكن يبقوا عايزين يسوقوا نفسهم للأندية الكبيرة، فالمباراة مش هتبقى زي بالسهولة. زي ما يا كابتن حشيش يعني بدون قطع كلامك هديك دلوقتي إنك تكمل النقطة أنت عايزها. كنا شايفين حكام الساحة برضو، حكم ساحة الكابتن عمرو سامي، مساعد أول الكابتن عمران فريج، ومساعد ثاني الكابتن أحمد زيدان. أبرز النصايح بقى كابتن حشيش يا كابتن بلال اللي هيقولها للكابتن أحمد سراج للعيبة، خاصة إن دي أول مباراة تذاع للعيبة على الهواء مباشرة، ممكن يبقى فيه شوية توتر، شوية ضغط، شوية يعني أبرز النصائح اللي ممكن يقولها للكابتن أحمد سراج كلمة عشان هنبتدي دلوقتي على طول. أول حاجة ينسوا إن المباراة أساسا بتتنقل على الهواء، يلعبوا لعبهم، يلعبوا اللعب الطبيعي بتاعهم، يهتموا جدا جدا بالفرقة، ينسوا الستة واحد بتاعت الدور الأولاني، يفكروا في المباراة بجدية. كابتن بلال مفيش، واكيد النصائح اللي ممكن يقدمها كابتن سراج النهارده للعيبه، الناس كلها بتتفرج عليكم النهارده، كل واحد لازم يبين قيمته الحقيقيه النهارده في المباراه. النهارده مباراه بتتفرج عليها كل الناس، حتى الدرجه الاولى ممكن تكون المباراه متابعه بالنسبه لهم، منتخب برضه فرصه جيده طبعا لمنتخب مصر، لكل اللعيبه اللي ما تمش اختيارها او حتى اللعيبه اللي اختيرت وبتحاول تثبت نفسها بشكل كبير جدا. النتيجه مهمه جدا النهارده برضه على الهواء بالنسبه لكابتن سراج وللعيبه بتاعته، فدي النصيحه اللي ممكن يواجهها كابتن سراج النهارده بعد الخساره الاخيره برضه. عايزين ايه؟ هم خسرين من الانتاج الحربي 4-2. دي كانت الخساره من ثلاث سنين، كانت الخساره الاولى. هنروح زي ما احنا شايفين دلوقتي اللعيبه نزلت وهيبتدوا دلوقتي مع طاقم التحكيم، نتمنى ان شاء الله يعني توفيق لفريق 2001 ويواصل يعني سلسله التالق وسلسله النتائج ما شاء الله المميزه، ودايما ان شاء الله يبقى في الصداره. واروح دلوقتي لمعلقنا في ملعب المباراه فاروق صلاح، ونلتقي ان شاء الله بين شوطي المباراه. شكرا لمعلقنا فاروق صلاح. شوط اول ينتهي بالتعادل السلبي بين الاهلي والداخليه مواليد 2001. انا حاسس ان لعيبه الاهلي مضغوطه شويه مع ان المباراه سهله، هم الاقرب للفوز. طبعا محمد مغربي اهدر ركله جزاء في اخر المباراه. كابتن محمد حشيش، كابتن بلال، كابتن حشيش، شفت الشوط الاول ازاي؟ الشوط الاول طبعا شوط متوسط، اعتقد ان فرقه، انا شفت فرقه النادي الاهلي قبل كده طبعا احسن، ادائهم احسن من كده. زي ما انت بتقول ممكن يكون مضغوطين نتيجه ل المباراة متذاعة على الهواء، ممكن يكونوا برضو يعني الناس اللي هي باصة للمنتخب 2001، ممكن يكون حد من جهاز 2001 بيتفرج أو أكيد هيتفرج على اللقاء عبر الشاشة، ممكن يكونوا مشدودين. في برضو بعض الحاجات اللي أنا عايز أقول عليها، مثلا عربي في نص الملعب، عربي بدر في نص الملعب، دي اول مباراه، هي دي فرقته، بس اول مباراه يلعبها السنه دي لانه بيلعب مع 97. فانت عارف برضو اللعيب لما بيبقى نازل من الفرقه الكبيره على الفرقه الصغيره بيبقى حاسس شويه بامكانياته ووضعه، شايفينه اكتر واحد في الملعب عامل بيس باس. شايف احنا معانا ركله الجزاء اللي بيسددها محمد مغربي، تحس ان فيها عصبيه، فيها قوه اكتر من اللازم. دليل انها حاطط فوق. انا عايز معلش نتاكد، بتهيألي مغربي مش كده؟ محمد مغربي. محمد مغربي مع ان هو نمره واحد في ضربات الجزاء، وبيشوط ضربات جزاء كتير، جاب السنه دي كذا ضربه جزاء. معرفش هو زي ما بقول لك مشدود، فممكن يكون اداها قوه زياده طلعت من فوق العرض. زي ما بقولوا عربي في نص الملعب اللي هو محور اداء الفرقه، المفروض ان هو محور اداء الفرقه، عنده اكبر ميس باص في الشوط الاولاني، بيحتفظ بالكره كتير ودي مشكله، واكيد سراج هيكلمه بين الشوطين على دي. شايف فرقه الداخليه بتلعب باريحيه ومغلوبين الدور الاولاني 6-1، عارفين امكانيات النادي الاهلي، بيجي بيلعبوا باريحيه وبسهوله، ما عليهمش ضغط، فقدروا يوصلوا اكتر مره. يعني اول فرصه ضايعه للنادي الاهلي كانت من عبد الوهاب في الدقيقه 15، قبلها في فرصتين يمكن للداخليه. يعني في الشوط الاولاني الداخليه راحت برده كتير على مرمى الاهلي في كذا كوره. النادي الاهلي يمكن اول فرصه بعد ربع ساعه، كذلك في برده في احمد نبيل ضيع برده كوره انفراد، كان ممكن الكورتين دول يغيروا برضه نتيجه الشوط الاولاني مع ضربه الجزاء الضايعه في الاخر. اعتقد ان سراج هيكلمهم في بين الشوطين ان هم يهدوا
توتر فيه توتر في الاداء يلعبوا باريحيه اكتر من كده، وان شاء الله باذن الله يكون شوط تاني احسن. يعني كابتن بلال، شفت الشوط الاولاني ازاي؟ يعني خاصه ان دي اول مباراه كمان ل 2001 وهم عاملين نتائج كويسه، تحس ان انا حاسس انهم مضغوطين جوه الملعب شويه، في يعني في تسرع شويه او في توتر شويه، يعني لو هديوا شويه انا يعني من وجهه نظري ممكن يحاول الفوز بسهوله كمان في الشوط الثاني. بص، هما شقين يا كابتن اسامه، الشق الاول الشق الفني وبعد كده الشق النفسي اللي انت بتتكلم عليه. الشق الفني الاهلي يمكن في المباراه اكثر استحواذا، الاهلي بيروح على الجول كتير، تمام، لعيبه يمكن في كور كتيره جدا كان ممكن يسجلها النادي الاهلي. الاهلي ضغط في معظم يعني معظم الشوط الاول، عنده نسبه الاستحواذ في نص الملعب افضل بشكل كبير جدا. الاربعه اللي موجودين في خط دفاع الاهلي خاصه الاثنين الاستوبرين عاملين مباراه جيده جدا، محمد المغربي وهاني عمرو، الاثنين واقفين بيقفوا كويس على الكره، بيحضروا بشكل كويس جدا، تمام. ما بيحاولوش ان هم يشتتوا الكره، بيحاولوا بس ان هم يبنوا الهجمه، ودي حاجه تحسب لاحمد سراج وتحسب برده الاثنين السنتر باكس اللي موجودين النهارده. الاثنين الباكين بيتحركوا وبيلعبوا شغل هجومي بشكل كويس جدا، بس يعيبهم بس في الحاجات الدفاعيه الكاونتر اتاك عندهم مشكله في الحته دي، التخطيط العكسيه. الجزء النفسي النادي الاهلي واضح النهارده ان اللعيبه زي ما انت بتقول يا اسامه وكابتن حشيش مشدودين، اللعيبه مشدوده في اكتر من كره. خد بالك بيبان الشد في سوء التصرف يا كابتن. النهارده الكره لما تجي لك الكره العاليه اللي جت في السكس يارد لمحمد الفيل للفيل بدل ما يلعبها بطن رجله بقى بوش رجله، ده خد بالك ده ستريس، ضغط على اللعيب. والنهارده عارف ان الناس بتتفرج عليه كلها، في اهتمام، في بؤره، الماتش صعب جدا على النادي الاهلي نفسيا. دي يعني اول فرص اللي كاو انت بتتكلم يا بلال اللي جات لعبد الوهاب علي، الفرصه اللي سددها اللي طلعت من جنب برضه التصرف. خد بالك انا النهارده كرة زي دي المفروض ببطن رجل على طول من اللمسه، ما وقفش كتير يعني دي بص كرة اتلعبت عمل عليها طبعا عملها بشكل كويس قوي قوي قوي. سيد عبد النبي عمل عليها محاوله واحيا اللعبه تاني. بص الكوره اتلعبت، انا لازم احضر، لا ما ينفعش بقى التوقيف هنا في الحته دي خلاص، ما ينفعش لمسه واحده في الزاويه البعيده بطن الرجل في الزاويه البعيده في الزاويه. خد بالك انت لما وقفت يا اسامه اديت فرصه للجول يقفل عليك. ايوه تمام، لما وقفت الكوره اديت فرصه للجول يقفل عليك من مره واحده في الدقيقه او في البعيده كان ممكن تيجي جول. فعايز اقول لك ان هو ده الاستريس اللي على اللعيبه. اولا عايز يضمن الكوره بشكل كويس قوي، عايز يحطها في الجول، عايز يعني يقول للناس ان انا اتصرفت بشكل كويس، عايز اسجل الاهداف دايما. صحيح. التوتر يا كابتن بيخليك تفكر مرتين مش مره واحده. يخليني بدل ما افكر مره ان انا هلعبها بالشكل الصح بفكر مرتين وبفكر دايما في الاضمن اكتر، فبالتالي الكوره بتضيع لان بياخد وقت اكتر في التفكير. صحيح. يعني النهارده في كره اتلعبت، انا عايز بس لو تتعاد هتلاقي الفرصه بتاعت حماده الفيل اللي حطها بلمسه واحده وش رجله. وش رجله. طبيعي جدا انك تلعبها ببطن رجلك في اي حته من في اي زاويه من الزوايا. تمام، دي فرصه محمد مغربي برضه يعني طلعها حارس المرمى الداخليه برضه من تحت العارضه بشكل مميز. يعني الاهلي اللي عليه الضغط دايما، الفرق الكبيره اللي عايزه تكسب هي اللي بتبقى مضغوطه كده. صحيح. في الحاجات اللي في الاجواء اللي زي كده فرقه الداخليه بالعكس هم مستعدين جدا، فرحانين جدا، مبسوطين ان المباراه بتتلعب مذاعه على شاشه قناه النادي الاهلي، حاجه تبسطهم. فخلاص هم عندهم كل الاسباب المؤهله ان هم يلعبوا جيم سبيريت بشكل كبير جدا، روح عاليه جدا، قتاليه جدا. هم النهارده الداخليه في الملعب ما بيلعبوش كوره بس، النهارده بيقاتلوا بشكل كبير. طبعا عايزين يظهروا بس بشكل كبير، مش مهم عندهم النتيجه، لكن مهم عند كل واحد في اللعيبه انه يبان انه بيأدي بشكل كويس قوي. صحيح. عشان كده احنا مش شايفين من الداخليه تاكتكس في الملعب، لا شايفين كل واحد بيستلم الكوره بيعمل تاكلينج، بيعمل سبرنت، بيحاول ان هو ياخد كل كوره مشتركه، هي دي الحاجات اللي شايفينها في الداخليه. الاهلي بيعمل تاكتكس ولكن اللعيبه الشده بتاعتهم، يمكن كمان انا شايف سراج، ممكن قلت الكابتن حشيش ما بين الشوطين سراج واضح انه مشدود شويه وده خد بالك ودي الفرصه دي الفرصه دي الكوره هي دي اللي انا بتكلم عليها، هي دي الفرصه بتاعت حماده الفيل. خد بالك هو عايز يضمن الكوره قوي، بوش رجلي فاحطها في الجول. الطبيعي جدا ببطن رجلي كوره عاليه ببطن رجلي واحطها في اي حته. بص هي دي بطن رجلي يا اسامه، هي الكوره ما بتلعبش ببطن رجلي، ما ينفعش ما بتلعبش بوش رجلي ابدا، مستحيل، صعبه جدا. اخد خطوه زياده واحط ببطن رجلي خلاص في نفس الاتجاه. طبعا في اي اتجاه انت المسافه ما بينك وبين الجول 5 6 متر يا كابتن، يعني في اي حته على الارض جول، الا لو هو انلاكي وجت في ايد الجول ده موضوع تاني بقى. فخد بالك شده سراج برده ممكن تكون شده اللعيبه شويه، فمحتاج سراج يا كابتن يهدى شويه، يهدي لعيبته، يعرفهم ان المباراه دي للاستمتاع للمتعه. النادي الاهلي هو الاول، مسجلين اهداف كتير جدا، بيروح على الجون بشكل كبير جدا. كمان من الاستريس انت بتضيع ركله جزاء. صحيح. واضح جدا من شوطه الكوره يا كابتن برضو ان اللعيبه مشدوده، اللعيب داخل وهو بيشوط عايز يجيب الكوره باقصى قوه، تمام، عشان يضمنها ان هي تدخل الجول. تمام. فعشان كده بالاضافه كده برضو انت في بعض اللعيبه في النادي الاهلي برضو مش في حالتها، يعني انا احمد سيد عبد النبي الباك رايت ده لعيب مميز ومتصعد من 2002، يعني هو 2002 صغير وطالع من 2001
فالنهارده شافه مش في حالته. هو عنده انطلاقات اكتر، يعني عنده ميزه السرعه، بيرقص بسرعته وبيعدي وبيلعب كروسات هايله. كذلك برضو احمد اشرف لاعب مهاري جدا ومحور اداء برضو الفرق النهارده، تحس ان هو برضو متكتف، اللعيبه متكتفه. الميس باص في نص الملعب فارق، كره بتتقطع طبعا، لعيبه الداخليه يعني كل واحد بيطلع اخر ما عنده تمام عشان يظهر بمظهر كويس، ان فرصه بالنسبه له مش هتتكرر، بيلعب النادي الاهلي وماتش مذاع تمام. فيمكن في السنه دي كلها ممكن يتشاف من خلال الماتش ده، فبيطلع اللي عنده، ضاغط على النادي الاهلي بيلعب باريحيه غير مضغوط زي لعيبه النادي الاهلي. طب عايز اسالك بقى كابتن حشيش لابرز التعليمات اللي ممكن تبقى بين شوطين دلوقتي، وكابتن احمد سراج مجتمع مع اللعيبه، ايه التعليمات اللي ممكن يقولها كابتن احمد سراج للاعيبته علشان يحقق الفوز في الشوط الثاني؟ انا بقول ان هو هيقول له هيركز ثاني على ان الماتش اللي فات راح لحاله، الخساره اللي فاتت يمكن هي دي اللي شاده اللعيبه شويه، وحس دايما الماتش اللي بيبقى بعد خساره بتبقى اللعيبه مشدوده، خايفين يكرر السيناريو مع الفارق طبعا ما بين الانتاج الحربي والداخليه. كل ما الوقت بيعدي اعصابهم يعني بتبقى متوتره شويه ومضغوطين. هو اكتر حاجه هي ان الاهلي اللعيبه يهدوا بعضهم، يلعبوا باريحيه، يبقوا هاديين، الكرة تطلع بسلاسة، كل واحد يلعب اللعب الطبيعي، ما يحاولش يطلع أكتر من المطلوب لغايه بس هي التكه الاولانيه للهدف. الهدف الاولاني هو ممكن المباراة يبقى مفتاح، لان برضو الداخليه بتلعب على الهدف ده. وطول ما انت 0-0 هو بالنسبه لهم انجاز بعد الخساره 6-1. النهارده لو هدف واحد من النادي الاهلي، انا متاكد النادي الاهلي هو محتاج يشيل الستريس من على اللعيبه بس مش اكتر من كده. انت بتلاعب فرقه النهارده الداخليه هي ترتيبها اللي قبل الاخير، بس خلي بالك انا دايما وانت بتتكلم عن شخصيه احمد سراج، انا في المباريات اللي فاتت كلها دايما بيوقف على الخط وتلاقيه عنده العصبيه شويه. انا شايف النهارده هادي، هو حتى قاعد طلع المدرب العام هو اللي موقفه على الخط، وهو تعليماته من ورا عكس الطبيعه يعني. عكس الطبيعه، فممكن يكون هو برده حاسس بحته الضغط ده، عايز يقلله شويه من على ممكن يعني. ممكن، لكن خد بالك انت بتبان، خد بالك في التعليمات بتاعه المدير الفني. انا ممكن ابقى قاعد بس وانا بدي تعليمات يا كابتن بيبان عليا الضغط العصبي شويه، بيبان عليا كمان المحاضره مهم جدا يعني. بص سراج يعني فاهم يعني، باين عليه انه مشدود شويه. مشدود يعني، هو عصبي مسيطر بطبيعه الحال يعني، اكثر سيطره. انا ما اعرفش طبيعته انا لكن انا بتكلم على مباراه فيها ستريس، اللعيبه ستريس ده اصلا في الملعب، اللعيبه مضغوطه، باين من الجيم، باين من البساط نفسها بتاعت اللعيبه ان هي مضغوطه. انا اعتقد الشوط الثاني هيتغير تماما. انا عايز اقول لك حاجه احمد برده مهمه، المدرب لما بيبقى عامل نتائج كويسه مع الفرقه وحاسس انه بيأدي اداء كبير خلال الدوري كله يظهر، فنفسه بقى اول مباراه الناس تتفرج عليه وتشوفه، يبقى شغله واضح وباين بصمته على الفرقه وسكور ومكسب، فدي يمكن اللي شداه شويه. تمام كابتن بلال، ابرز اللعيبه اللي ظهرت يعني في الشوط الاولاني. بص انا شايف الاثنين السنتر باكس، الاثنين المساكين، هاني عمرو ومحمد المغربي، لعيبه كويسه جدا. بتضغط بشكل كويس قوي، بيحضروا الهجمه بشكل كويس جدا. بيقفوا كويس جدا، وبيكمان وبيعملوا عمليه اللي هي السكند بول، بيشتغلوا فيها كويس قوي. وفي اكتر من كوره، يمكن الكرات العرضيه اللي فيها احتكاك مع الجول تلاقي دايما واحد واقف جنب الكوره. فدي حاجات مهمه جدا بالنسبه للاثنين، اجسامهم حلوه، عندهم سرعه، فاثنين مميزين جدا. احمد سيد عبد النبي برضو لعيب الباك رايت، لعيب كويس، لعيب مميز، عنده امكانيات كويسه، واضح ان هو صغير في السن، اصغر من يعني اصغر من اللعيبه 2002، هو بيكمل في الهجمات، بيلعب بشكل كويس قوي، عنده سرعه وعنده مهاره. عبد الوهاب علي، لعيب، بص عبد الوهاب علي لعيب كويس، امكانياته كويسه، بس واضح انه مستعجل شويه. واضح انه يعني عنده، عارف ليه مستعجل هو هداف الفرقه. وما شاء الله خلال السنين اللي فاتت هو هداف الفريق ده ومميز بالاهداف، بس برضه نتيجه للمباراه متذاعه، وعايز برضه يسجل، وعايز يحقق يعني يسجل اهداف، فدي برضه اللي ممكن شداه شويه. والفرصه اللي ضيعها في اول ربع ساعه دي ممكن تكون برضه يعني اثرت على اداء. بص يا كابتن، انت النهارده اللي بيتفرج على الماتش ده ما شافش الولاد دول قبل كده. فبالتالي الفكره بالنسبه له بتبقى فكره ان انا بشوف الولاد لاول مره، فبالتالي هو ده الحكم بالنسبه لي، الانطباع الاول، ما بحكمش في حاجه ثانيه. صحيح، هو ده الحكم بالنسبه لي. طب خلي بالك ان دي اول مباراه ل 2001 بتذاع كمان. هي دي النقطه اللي احنا طبعا بنتكلم فيها. طب احنا اتكلمنا على الحته النفسيه للكابتن احمد سراج اللي هيتعامل معاه بين الشوطين مع اللعيبه. تمام. طب الحته الفنيه بقى اللي تقدر تحقق الفوز، ممكن يغير ازاي من داخل الملعب او في اسلوب اللعب او في طريقه اللعب؟ بص يا سمع، مطلوب من كابتن سراج ان هو دايما اللعيبه تنوع اللعب دايما باستمرار. يمكن احنا شفنا الشوط الاول متقسم شويه، 7 دقايق ناحيه اليمين، 7 دقايق ناحيه الشمال،
مفيش هجمات من العمق، الاهلي ما بيهاجمش من العمق خالص. احنا شفنا الشوط الاول مفيش الثرو باسز، مفيش الدبل باس ما بينك وما بين احمد اشرف مثلا او الاثنين بتوع نص ملعب وما بين عبد الوهاب علي، ما شفناش القصه دي خالص. الاهلي شويه بيتحرك ناحيه اليمين وشويه بيتحرك ناحيه الشمال، لا تنويعي الهجمات مطلوب بشكل كبير، تتحرك من قلب الملعب مطلوب بشكل كبير. الداخليه عندها مشكله في قلب الملعب، في الاثنين السردباكين والاثنين والاثنين الميدفيلدرز بتوعهم عندهم جاب كبير ما بينهم، لو اشتغلت في الحته دي تقدر توصل الجون بسرعه جدا. هم بيلعبوا بشكل كويس على النادي الاهلي، مقفلين الاطراف بتاعتهم، لكن الاثنين اللي في القلب انا شايف عندهم بطء شديد، ما بيمسكوش بشكل كويس، ما فيش رقابه، يعني حتى في الكرات العرضيه باينه قوي كابتن ما بيبصوش على المان بتاعهم. صحيح. فالنهارده لو اشتغلت في نص ملعب ولو عملت الكرات الكروسات العرضيه بشكل سريع، وكمان النقطه المهمه اللي انا شفتها الشوط الاول ان لازم الاثنين حماده مصباح ومحمد الفيل ومحمد سلامه لازم في الكرات العرضيه يكملوا كراسات حربه. يعني اوقات كتيره جدا الكروس بتعمل ومفيش غير بس واحد او اثنين في الـ في الـ في ال 18 تبقى صعبه جدا، لازم الناس تكمل داخل ال 18 عشان تقدر تسجل اهداف. دي كانت ابرز التعليمات من بلال يا كابتن حشيش، ابرز التعليمات بقى الفنيه من وجهه نظر كابتن حشيش عشان يعني يبقى في هدف في الشوط الثاني. انا حاسس ان في مشكله في بناء الهجمات في النادي الاهلي. احمد كوكا وعربي ما لعبوش مع بعض بقالهم فتره كبيره، ان عربي بيلعب مع ال 97 على طول، دي اول مباراه ينزل يلعب، فمفيش تجانس بينهم هما الاثنين، في بطء في نقل هجمات ما بين السرد باكات ونص الملعب والفراوده. لازم احمد اشرف كمان صانع العاب لازم ينزل لتحت شويه وياخد من عربي وكوكا ويقدر هو يصنع هجمات، وبعدين انت محتاج برده سرعات على الاطراف. يعني انا اعتقد ان هو بعد شويه ممكن ينزل محمود صابر، ده حط صابر ده برده 2002 مصعد بيلعب جناح يمين تحت المهاجم محمود صابر جناح يمين وعنده سرعات وكده، انطلاقاته ممكن تفرق في الشوط الثاني. يعني كابتن بلال، طب مين يعني اللي ظهر من وجهه نظر برضه من الداخليه، يعني ابرز اللعيبه اللي ظهرت في الداخليه، خاصه ان انا شفت كمان حارس المرمى زياد محمد حارس مرمى الداخليه تصدى برضه لكذا كوره وتوقيتاته مظبوطه كمان في الهجمات بتاعت النادي الاهلي. الفرر برضه عندهم لعيب كويس، ميدو ناصر لعيب كويس، لعيب عنده قوه وعنده سرعه. برضه اللعيب اللي بيلعب تحت الشمال عندهم انا ما اعرفش اسمه ايه بصراحه، اللعيب ناحيه الشمال هو اللي بيبنوا عليه كل الهجمات بتاعته، عندك اسمه زياد طارق. زياد طارق ده اللي هو تحت الفرويد ناحيه الشمال، ده بيبنوا عليه الهجمات بتاعتهم، لعيب عنده سرعه وعنده مهاره اكتر من كوره، هو يمكن هو ده نقطه الخطوره بتاعه الداخليه النهارده. يعني بيحضروا وبيلعبوا عليه ناحيه الشمال، يعني دايما بيحضر الداخليه في نص ملعب وبعدين يلعب ناحيه الشمال، عنده السرعه وعنده المهاره، وبيستغل كمان تقدم احمد سيد عبد النبي في بعض الاوقات ويلعب من الحته دي فبيضطر محمد المغرب ان هو يكمل في الحته دي. فهم دول يمكن ابرز اثنين عندهم بالاضافه لحارس المرمى اللي انت اتكلمنا من وانا اتفق معاك كمان في حارس المرمى. نتمنى ان شاء الله يكون شوط ثاني يعني بالتوفيق لفريق 2001 بالنادي الاهلي ان شاء الله، ويحقق فوز ويواصل سلسله الانتصارات. هنروح دلوقتي لملعب المباراه ومعلقنا فاروق صلاح، واستنونا ان شاء الله بعد نهايه اللقاء. شكرا لمعلقنا المتميز دائما فاروق صلاح على تعليق مباراه الاهلي والداخليه براسيه هاني عمرو المدافع، يحسم لقاء الاهلي والداخليه 1-0، يرتفع رصيد النادي الاهلي الى النقطه 54 في الصداره. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم هدف هاني عمرو من ركله ركنيه، ضربه ركنيه على الزاويه البعيده، يرتقي فوق الجميع ويضعها في شباك الداخليه. هدف رائع. شوط ثاني سيطر فيه النادي الاهلي على مجريات اللعب، كان ممكن يكون فيه مزيد من الاهداف لكن اكتفى النادي الاهلي بهدف وحيد للاعب هاني عمرو. كابتن محمد حشيش، كابتن بلال بجد تحيه بحضراتكم مره ثانيه. كابتن حشيش، شفت الشوط الثاني ازاي؟ طبعا مختلف عن الشوط الاولاني، في تحسن كبير في الاداء، الكره بقت اسرع، النقلات من تحت بقت اسرع، الباصات اللي كانت مقطوعه قلت بنسبه كبيره جدا جدا، ودي اللي كانت عامله المشكله في الشوط الاولاني. التغيير اللي احنا قلناه، نزول محمود صابر عمل جبهه ناحيه اليمين، رئة نفس التغييرات اللي انت قلتها، نفس التغيير بالظبط، محمود صابر يكون ليه مشاركه بدل من محمد سلامه بالتحديد، مع نزوله تم احراز الهدف. فرقت كتير قوي، انطلاقاته من ناحيه اليمين، السرعه، فتح جبهه كبيره من ناحيه اليمين اللي كانت عطلانه في الشوط الاولاني، عملت خلخله في ديفنس الداخليه، شفنا اكتر من فرصه حقيقيه، بالذات كمان بعد ما الهدف الاولاني بتاع هاني عمرو رقم 20 جابه من كره يعني طلع بيها بدماغه وعمل تكوف عالي قوي فوق الناس وحطها في المرمى. فرق كتير قوي الجون ده مع اللعيبه.
ابتدت الناس ترتاح شويه خلاص، ابتدى كل واحد بقى يلعب لعبه العادي. ده الهدف قدامنا يا كابتن حشيش وانت بتتكلم من ركنيه على الزاويه البعيده، كان فيها انتشار كويس يا كابتن حشيش. كابتن بلال الناس راحت الاولاني فيها انتشار كويس، فراحت على البعيده لقيت هاني عمرو. الجون ده طبعا غير كمان الاداء اكتر، الثقه بقت عند اللعيبه اكتر، خلاص ابتدوا يلعبوا اللعب بتاعهم، الضغط العصبي من عليهم بتاع الثلاثه بونت خف شويه، ابتدت اللعيبه تلعب على الهدف. معانا شاف الانتشار هنا، ناس على الاولى، ناس على الزاويه اللي في النص، ناس على البعيده، فيها انتشار كويس صراحه. وكمان هو عمرو رايح من الحركه كمان، وده اللي اديته التكوف العالي قوي. تمام، فطبعا هدف جميل. والجول ساعد انه ما خرجش برده يا كابتن، طبعا طبعا هي يمكن برضو كرة عشان اتلعبت عالية شوية وكان فيها سويرب، فالجون برضو يعني كانت يعني خدعته شوية انه صعب عليه شوية يعني. تمام، التغييرات برضو اللي اتعملت من سراج الحقيقة برضو غيرت في الأداء، هو غير التلاتة اللي قدام، لو لاحظنا ان هو غير التلاتة اللي قدام، غير محمد سلامة، محمد سلامة وأحمد أشرف وحمادة الفيل، التلاتة اتغيروا وفعلا هم ما كانوا في البداية موفقين قوي، كان في بطء في الأداء وما ساعدهمش برضو الاثنين الديفندرات لما عربي ابتدى يسرع الريتم شويه. دي ابرز الفرص للنادي الاهلي، طبعا كان في يعني فرص كتيره كانت ممكن كفيله انها ممكن تحسم اللقاء بنتيجه اكبر من كده، وزي ما احنا قلنا كان النادي الاهلي محتاج الهدف الاولاني هو اللي هيدي الثقه يا كابتن بلال. الهدف دايما بيحرر يا اسامه، يعني بيخليك تلعب بقى بتحرر شويه، بيشيل يعني نسبه كبيره جدا يمكن 80% من الضغوط اللي عليك، انك لما تسجل هدف خلاص المباراه بقت بتاعتك. زي ما شفنا الشوط الثاني اللعب مختلف تماما، النادي الاهلي استحوذ، النادي الاهلي سيطر، النادي الاهلي ابتدى يبقى فيه تحرك بسرعه، اللعيبه كمان عارف لما تشيل ستريس ضغط من عليك خلاص بتبتدي تعمل كل حاجه في الكوره. زي ما شفنا الشوط الثاني، الشوط الثاني شفنا هجمات من ناحيه اليمين من ناحيه الشمال، شفنا فرص ضايعه للنادي الاهلي، استحواذ كامل في نص ملعب. يمكن ما شفناش، يمكن الشوط الثاني شفنا الداخليه افضل من الاهلي في بعض الاوقات او في اوقات كتيره، في بعض الاوقات نتيجه الضغط اللي على اللعيبه، الباصات مقطوعه كتير في نص ملعب، في التحكم في بطء كمان في التسرع شويه. البطء ده خد بالك بيبقى نتيجه ان انا عايز اطلع الكره بحرص شديد جدا ما تطلعش مني، فده الضغط بيعمله. الشوط الثاني لما تسجل الهدف ابتدي اشوف اللعيبه متحرره، بيرقصوا كويس جدا، بيستحوذوا بشكل كويس قوي، الباصات سريعه، يمكن الكره اللي فاتت دي اللي احنا شفناها من شويه، لمسه الثانيه الثالثه الرابعه اتلعبت، لو الكروس كان صح كان جول الثاني للنادي الاهلي. فالشوط الثاني الاهلي تميز بشكل كبير جدا، داخليه شفناها على فترات قليله جدا، تصويبات من بعيد، بيحاول ان هو يعتمد على السرعه اللي موجوده واحد ضد واحد، والكلام ده خد بالك يعني مع الاثنين اللي موجودين السنتر باكس بتوع النادي الاهلي صعب جدا، صعب تشتغل عليهم، عندهم قوه، عندهم سرعه، ملتزمين في المنطقه بتاعتهم. انا عايزك تقول اسماء بقى عشان نبدا برضو نعرف كل الجماهير الاسماء. هاني عمرو طبعا رقم 20، هاني عمرو اللي احرز الهدف بالظبط، وده اللي سجل طبعا. محمد المغربي رقم 3، دول الاثنين اللي المساكين بتوع النادي الاهلي، بيقفوا كويس جدا، لعيبه عندها طول، عندها قوه، عندها سرعه. تمام، بيعرفوا ازاي يضغطوا على المهاجم، بيعرفوا ازاي ما يدوش مساحه واحد على واحد عشان ما يترقصش. دي الاثنين مميزين الحقيقه جدا جدا، بالاضافه طبعا عجبني برضو حاجه في هاني عمرو ومحمد مغربي كابتن حشيش، حته تحضير الهجمه من تحت. يعني النهارده قليل جدا لما الاقي الكوره بتتشلت مثلا او كور طويله، دايما حتى لو من الشوط الاول كده اسامه، الشوط الاول بس اتغير الريتم بتاعهم الشوط الثاني، بقى اسرع شويه، دي اللي كانت عامله المشكله. وده هنا برضو يعني واضح ان احمد سراج كلمهم بين الشوطين جامد قوي، واضح قوي يعني، لان الفرقه نازله الشوط الثاني الريتم بقى اسرع بالنسبه للمساكين. كمان عربي اداؤه اتغير، وانا مصر ان برضو عربي محور اداء الفرقه دي هو تمام. عربي مع موضوع الاحتفاظ بالكوره ما بقاش زي الشوط الاولاني، بقى في سرعه في الاداء، الريتم بقى اسرع، كذلك بقى في تنويع في الاداء ما بين ناحيه اليمين الجبهه اللي فتحها محمود صابر بسرعته وترقيصه بسرعته، كذلك برضو شفنا انطلاقات الباك الشمال محمد اشرف غير الشوط الاولاني، الشوط الاولاني برضو كان متكتف لغايه نص الملعب، تحرر شويه، الشوط الثاني كان فيه تحرر شويه، وده اللي عمل خلخله في الدفاع، ان كان الشوط الاولاني كانت الفرقه مركزه على الكور الطويله اللي كانت بتتقطع وكان فيه مس باص كتيره، الشوط الثاني بقى فيه تنويع من ناحيه جبهه يمين وجبهه شمال غير الاختراق طبعا من العمق. اللي عمله برضو طب قبل ما تقول نقطه طبعا كابتن بلال، هنروح دلوقتي الملعب مع مراسلنا محمد توفيق، اتفضل يا محمد.
اتفضل اتفضل يا محمد. اهلا بيك كابتن اسامه مره ثانيه، وبعد فوز النادي الاهلي على الداخليه 1-0 والنادي الاهلي بيرفع رصيده ل 54 نقطه متربعين على قمه دوري الجمهوريه مواليد 2001. سعدنا ان يكون معانا بعد المباراه كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن فتحي يعني بنهنيك في البدايه بنقول لك الف مبروك الفوز النهارده، لكن شايفك مش مبسوط بصراحه. لا انا طبعا متشكر على هذا اللقاء، وطبعا نفسي مع الكابتن اسامه والكابتن احمد بلال والكابتن محمد حشيش وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي الجميله اللي بتنقل فعلا صوره جميله لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ودي كانت حاجه جميله، يمكن انا شايفها حاجه ايجابيه كويسه ان قطاع الناشئين دلوقتي الناس بقت مهتمه بالمباريات وتهتم على قناه الاهلي بتشوف هذه المباريات، وبشكر كل الساده العاملين في قناه الاهلي. يعني النهارده المباراه شفتها ازاي؟ الفوز على الداخليه 1-0، يمكن مباراه الدور الاول كانت انتهت بفوز الاهلي 6-1، لكن اعتقد الداخليه تعدل كتير، وشايفك برضو يعني في عدم رضا على اداء شويه. لا هو الحمد لله، بص يمكن انا يمكن بعد ماتش الانتاج، انت عارف الفرقه 2001 اتغلبوا الماتش الانتاج 4-2 الماتش اللي فات، اللعيبه كان في شيء من الاستعجال، اللعيبه كانت في عايزه تكسب هذه المباراه، والاداء يعني الاداء مش اداء 2001 بتوع النادي الاهلي اللي احنا كنت بشوفهم، اللي كنت دايما بشفق عليهم وبأثني عليهم ان ادائهم كويس، ولكن الاداء النهارده كان اداء فيه استعجال، اداء فيه يمكن شيء من القلق، والحمد لله ان احنا كسبنا 3 بونت، الحمد لله ان احنا حتى كسبنا واحد، ودي دائما بتبقى سمة فرق النادي الاهلي، يعني حتى ما بيعدي لما بيبقى فيه فرقه مغلوبه قبل كده بيكسب الماتش اللي بعديه، ولكن الاداء زي ما قلت لك اداء يمكن فيه شيء من التوتر النهارده. حضرتك كنت حريص فور انتهاء المباراه انك تتكلم مع اللعيبه، قلت لهم ايه؟ لا وانا طبعا يمكن بعد كل مباراه على كل فرق النادي بحب اتكلم معاه دايما بصفه مستمره، وانا دايما بدي حوافز ودايما بيبقى ليا ملاحظات، يعني حتى ملاحظاتي ان انا قلت لهم ادائكم مش اداء ال 2001 اللي انا بشوفه اللي انا متابعه، لازم نستثمر ان احنا فرقه نادي الاهلي وفرق من الفرق الكويسه، فرقه بتتربع على البطوله، فاتمنى الاداء يبقى الفترات الجايه احسن من كده، وبرده قلت يمكن تعليمات للاعيبه المنتخب، منتخب برده لعيبه المنتخب على اساس ان النادي الاهلي هو الاساس ومنتخب مصر، احنا بنوصل لعيبه لمنتخب مصر من خلال النادي الاهلي، فاتمنى ان اللعيبه دي برده يمكن في منتخب مصر تادي اداء كويس لان اسم مصر طبعا الاولا، ويبقوا كويسين جدا ويلتزموا بتعليمات الكابتن ربيع، ودي بتبقى سمه من سمات الحمد لله قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان الكابتن ربيع بياخد عدد كبير من لاعبي ال 2001 في منتخب الشباب. كابتن فتحي يمكن كنت حضرت لحضرتك محاضره من سنوات طويله وحضرتك مدير فني لفريق شباب النادي الاهلي مواليد 91، حضرتك قلت لهم ساعتها انا عايزكم تستفيدوا من قناه النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي دي هتبقى بوابتكم انكم تتسوقوا، يعني انا فاكر الكلام كان من اكتر من 8 سنين، يعني حضرتك تقول لي دلوقتي والقناه بتنقل على الهواء كمان المباريات. لا مظبوط، ودي فعلا انا يمكن اول ما قناه الاهلي يمكن فعلا من زمان وانا ماسك فريق الشباب قلت لهم قناه النادي الاهلي ليها دور كبير جدا جدا في نجوميه كل لعيب، ولحد يومنا هذا ولحد المباراه اللي بتتذاع النهارده قناه الاهلي ليها فضل فعلا في النهارده اللعيبه بتتعرف، النهارده اللعيبه بتتعرف على مستوى جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكل الناس اللي بتشاهد قناه الاهلي، والله العظيم انا مش عايز اقول لك انا كنت راكب مع يمكن سواق تاكسي من يومين بيقول لي على اسامي فعلا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فاذا كان هذا الشيء بيدل ان فعلا قناه الاهلي مشكوره ان هي بتذيع لنا الماتشات، والجانب الثاني انا قلت للعيبه يمكن من زمان فعلا كنت بقول لهم الجانب المهم جدا جدا ان قناه الاهلي بتديك النهارده رؤيه للناس تتعرف عليك، الاجهزه الفنيه في الفرق الاخرى تتعرف عليك، بتسوق نفسك من خلال قناه الاهلي، ودي حاجه كويسه جدا للعيبه، واللعيبه لازم تستفاد من قناه الاهلي ان قناه الاهلي بتذيع ماتشات كتير جدا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبتبتدي جماهير النادي الاهلي تعرف اللعيبه دول هم في سن صغيره. يعني كابتن فتحي بنتمنى لحضرتك دايما التوفيق للنادي الاهلي ونشكر حضرتك. انا متشكر جدا ومتشكر جدا اللي في الاستوديو ومتشكر جدا ليك، شكرا جزيلا. انا مع كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، مكملين لقاءاتنا الحصري على قناه النادي الاهلي، ومعانا يمكن النهارده زي ما بنقول نجم اللقاء وصاحب هدف الفوز هنا عمرو، يعني هاني الف مبروك الفوز النهارده والف مبروك الهدف، يعني قول لي بقى النهارده شفت المباراه ازاي، خاصه المباراه كانت صعبه خاصه بعد ضياع ضربه الجزاء. الحمد لله على المكسب، واشكر اللعيبه اهم حاجه، وبشكر الكابتن اسامه طبعا اللي هو فتح اللي هو اسس برنامج الناشئين الاجبال، والحمد لله على المكسب والاداء وكل حاجه، وفي الاخر الكابتن احمد سراج برضه هو اللي محفزنا من بره، هو اللي قالنا ننزل الشوط الثاني اكنكم لسه خسرانين، مش متعادلين ولا حاجه، خسرانين واهم حاجه انت تبونت عشان الماتش اللي فات نعوضه، واحنا الماتش اللي فات ما نسيناه خلاص، وبنبدا صفحه جديده خلاص، والماتش الجاي بنركز فيه ان شاء الله، وان شاء الله الماتش الجاي نأدي اداء كويس.
يعني يمكن يعني الفريق بسم الله ما شاء الله ما فيش غير خساره واحده اخر مباراه امام الانتاج الحربي، يمكن الاداء تراجع شويه في الشوط الثاني. النهارده برده كابتن احمد سراج يمكن طلع غضبان منكم جدا مش راضي على الاداء، لان تعودنا من فرقه 2001 ان ادائها احسن من كده. يعني شايف ايه اللي ممكن يكون سبب التراجع؟ هل خسرت الاصابات الفريق او الغيابات النهارده الامتحانات؟ ايه الاسباب اللي ممكن تكون ادت تراجع الاداء شويه؟ لا والاداء احنا اللعيبه كلنا واحد الحمد لله طبعا، وبنادي بشكل واحد، بس احنا عندنا متسرعين شويه. احنا التسرع بتاعنا هو اللي بيخلينا وحشين، احنا لو مش متسرعين الوش كنا كويس، وده مش ادائنا طبعا، ادائنا احسن من كده بمليون مره، بس احنا متوترين شويه عشان الماتش اللي فات. بس الماتش اللي فات خلاص نسيناه، بنفكر في اللي جاي، صفحه وبنقفلها وبنفتح صفحه جديده. بس يعني النهارده انتوا فريق 2001 اول تجربه لكم ان الماتش يذاع على الهواء مباشره عشان قناه النادي الاهلي، هل ده فرق معاكم معنويا وشايفين ان دي فرصه كبيره ان الناس تعرفكم انكم تظهروا مستواكم قدام الناس، وان يبقى رهبه الاعلام او رهبه الجمهور شويه تروح من عندكم؟ شايف التجربه دي ازاي؟ تجربه جميله مش وحشه ولا حاجه، كل واحد بيأدي بشكل كويس علشان يثبت نفسه في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده كيان كبير. انا من صغري اصلا كنت بتمنى ان انا العب اجي اتمرن هنا تمرينه واحده واروح، والحمد لله موجود في هنا في النادي، وان شاء الله اطلع فريق اول ان شاء الله باذن الله. بنشكرك كيان وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. شكرا كابتن اسامه. مكملين لقاءاتنا ومنضمننا دلوقتي الكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس المرمى فريق النادي الاهلي مواليد 2001. يعني كابتن الف مبروك الفوز النهارده، ده اكثر من رائع لحراس المرمى. يعني كلمنا على المباراه النهارده وكلمتم على اللعيبه قلت لهم ايه؟ والله الحمد لله على الفوز، وبمسح على الكباتن اللي في الاستوديو الحمد لله على الفوز. حمزه علاء النهارده اجاد في بعض قرارات المباراه وكان قائد الفرقه من خلف. حمزه الحمد لله كان في اصابه ليه قبل ماتش الزمالك ورجع لسه اول مباراه من اربع مباريات، والحمد لله هو زاد عن مرمى. احنا كنا مظبطين الامور ان فرقه الداخليه بتلعب على الكرات العرضيه، بيلعبوا على الهجمه المرتده، فاحنا كنا قاريين اللعب ده كله ومحفظينه في التمارين طول الاسبوع، والحمد لله ربنا كرمه ووفقنا في عدم دخول اي هدف في مرمى الحمد لله، وقدر ان احنا ما دخلش فينا جون، قدر ان احنا نجيب جون الحمد لله. بس ده مش ده اداء اللعيبه بتاعتنا، بقى اداء احسن من كده، بس الحمد لله عدت على خير عشان خاطر الامتحانات وظروف الجو اللي كانت الايام الاخيره دي، كان مش اللعيبه كانت مش مركزه شويه مع الفرقه، وان شاء الله هيبقوا احسن من كده ان شاء الله. يعني كنت حريصين على الاجتماع بعد مع اللاعبين بعد انتهاء المباراه مباشره، وكان كابتن فتحي مبروك كابتن احمد سراج اتكلموا مع اللعيبه، يعني اهم النقاط اللي قلتها لهم بعد انتهاء المباراه النهارده. هو احنا كابتن فتحي مبروك وكابتن احمد سراج قال للعيبه مبروك على الفوز، انما الاداء في احسن من كده، وهو كابتن احمد سراج، بس احنا برضك حاطين في اعتبار ان اللعيبه دي عندها امتحانات وسهر، والحمد لله اللي قدرنا ناخد 3 بونت، خصوصا ان احنا طالعين من المباراه اللي فاتت اتهزمنا برضك بسبب بعض الهفوات كده، بس الحمد لله ربنا كريم بنعدي المباراه وبنقفل الصفحه دي. كابتن فتحي مبروك قال للعيبه كده وكابتن احمد سراج، نعدي الصفحه دي وان شاء الله الماتش الجاي باذن الله جونا نركز فيه ونشوف هي بتلعب ازاي وطريقتها دي، ونحاول نركز معاهم ان شاء الله باذن الله. شكرا يا ابن التنالك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن اسامه مكملين لقاءاتنا بعد فوز الاهلي على الداخليه 1-0. يمكن معانا احد نجوم الفريق النهارده، يمكن ما كانش موفق شويه ضيع ضربه جزاء، لكن قدر ان شاء الله يعني يكمل المباراه بشكل اكثر من رائع. يعني النهارده يعني محمد مغربي يعني تقول النهارده وعن المباراه، يمكن المباراه صعبت بعد ضربه الجزاء، لكن كابتن احمد قال لكم ايه بعد ضربه الجزاء الموضوع؟ هو كابتن احمد يعني من الناس المدربين اللي بيدونا الثقه، يعني الحمد هو ما كلمنيش في حاجه، ما كلمنيش في ضربه الجزاء، هي ورده ما كانش في توفيق ان انا ضيعتها. طبعا هي اتصعبت شويه، احنا كمان ضيعنا قبلها كذا فرصه، ودايما يعني لما بتضيع كتير ده يعني بيصعب الماتش عليك. محمد يمكن الفريق بسم الله ما شاء الله 2001 من الفرق الواعده في القطاع، يمكن مباراه كلها 15 فوز 3 تعادل هزيمه واحده الماتش اللي فات، يعني شايف النهارده ادائكم يمكن زي ما بنقول مش ده الاداء المتوقعين او مستنيينه من 2001، لكن بسم الله ما شاء الله يعني الفريق من اعلى لاعلى وبتعلوا مع المباريات. يعني النهارده تقول لزمايلك الفريق بعد المباراه النهارده والفوز، واعتقد انكم بعدتوا كبير في المقدمه عن اقرب منافسيكم طلع الجيش. ببارك للعيبه طبعا، بس لسه بقول لهم لسه بدري، احنا فرقه ال 2001 احسن من كده بكتير، زي ما حضرتك قلت احنا ادائنا احسن من كده بكتير، فلسه قدامنا كتير ان شاء الله. المنتخب والمنتخب طبعا من اهم الحاجات في حياه اي لعيب، يعني النهارده يمكن اكتر من 10 لاعبين انضموا المنتخب الشباب، في 6 هيروحوا من اول المعسكر وفي 4 هينضموا بعد كده. يعني شايف كابتن ربيع ياسين وبديك الفرصه وضمك للمنتخب، شايف ده بيمثل لك ايه انت وزمالك؟ طبعا يعني ان انت تمثل منتخب بلدك ده شرف كبير، واي لعيب بيتمناه يعني، واكيد يعني بقى مبسوط جدا لما الاقي نفسي مع من ضمن اللعيبه اللي رايحه تمثل المنتخب. يعني قناه النادي الاهلي وتجربه النهارده اول مباراه ل 2001 تذاع على الهواء، ده بيمثل لكم ايه وبيضيف لكم ايه؟
هو حاجة حلوة جدا يعني، بنشوف الاهتمام من قناة النادي الأهلي إن هيبقى ماتش متشاف، لما برضو يتشاف مباشر ده غير الناس هتشوفنا أكتر فهنبان أكتر. شكرا يا محمد، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في اللي جاي. كابتن أسامة، مكملين لقاءاتنا مع حضرتك، وبعد فوز الأهلي على الداخلية 1-0 يمكن هينضم لنا دلوقتي أحد نجوم المباراة عربي بدري، يعني عربي بدري يعني كلام كتير عليه وانه من العناصر المميزه والواعده في القطاع، يعني عربي النهارده تقولي على المباراه، يمكن المباراه كانت صعبه لكن انتوا قدها ودود، و2001 من احسن الفرق في قطاع الناشئين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول الحمد لله على الاداء والحمد لله على المكسب طبعا، هو احنا الحمد لله بقالنا فتره كان ملوشه معانا وكده، فالحمد لله قدرنا نرجع ونلعب كورتنا اللي احنا الناس عارفيننا بيها، فالحمد لله قدرنا نقدم اداء كويس وان شاء الله الجاي احسن باذن الله. اهم كلام بقى اتكلم معاك كابتن احمد سراج بعد انتهاء المباراه، وكابتن فتحي مبروك قال لكم ايه؟ هو اكيد هو اتكلم معانا، المفروض ان ده ملعبنا وحافظين الملعب كويس ونكسب سكور واداء افضل من كده، وطمعان في اداء اكتر من كده، فالحمد لله يعني ان شاء الله احنا بنوعده ان شاء الله نقدم اداء كويس واسكور ان شاء الله الماتشات الجايه باذن الله. المنتخب بقى بيمثلك ايه النهارده؟ يمكن اكثر من لاعب من النادي الاهلي في تشكيله كابتن ربيع حسين في المعسكر القادم، يعني شايف انضمام المنتخب في مسيرتك كلاعب ده بيضيف لك ايه؟ اكيد طبعا منتخب شرف لاي حد، واحنا ده النادي الاهلي بنموت نفسنا في النادي الاهلي وبنلعب عشان نروح المنتخب نظهر بشكل كويس، وان شاء الله نروح المنتخب وعندنا بطوله ان شاء الله 2021 ونبقى قد المسؤوليه باذن الله. اذاعت اول مباراه لكم على الهواء مباشره، وزي ما نقول استوديو الاشبال مع كابتن اسامه حسني، تقول عن النقط؟ طبعا بشكر كابتن اسامه وبشكر الناس اللي معاه كلها على الاهتمام الجميل اللي على القطاع الناشئين. انا دي مش اول مباراه، انا لعبت مع 97 ضد الجونه هنا، كان برضو لايف متذاع لايف، فالحمد لله يعني حاطين علينا حمل كبير وان شاء الله احنا قد حسن ظنهم باذن الله. شكرا عربي، ومتمنى لك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن اسامه، يعني بعد فوز النادي الاهلي على الداخليه مكملين لقاءاتنا معاكم، دلوقتي معانا اداري الفريق كابتن محمد راشد، يعني زي ما نقول دينامو الفريق واللي دايما بندينام المعلومات. يعني كابتن محمد الف مبروك الفوز النهارده، يعني كلمني بقى عن المجهود اللي عملته قبل المباراه والاعداد للمباراه وتواصلك مع المنتخبات خاصه من انضمام اكثر من لاعب النهارده النادي الاهلي. اول حاجه احب اسلم على الكابتن اسامه حسني والكابتن حشيش والكابتن بلال، واقول لهم حاجه ساعدتنا بصراحه اللي انتوا يعني صورتونا النهارده مباشر بصراحه. المنتخب بعت لنا انضمام 5 لعيبه، والنهارده اتبعت واحنا شغالين في الماتش اتبعت الفاكس الثاني عشان في احمد اشرف بقى من ضمن اللعيبه اللي انضموا، بقوا 6 لعيبه، وفي خلال برضو الاسبوع وخلال المنتخب هو شغال في التجمع في خمس لعيبه هينضموا ثاني. اسامي اللعيبه هم محمود صابر، محمد المغربي، حمزه علاء، العربي بدر، محمد اشرف فتحي، واحمد اشرف، دولت السته اللي هم منضمين من اول المعسكر لحد اخر المعسكر. وفي زي ما حضرتك قلت لي قبل الماتش ان في كمان لعيبه هتنضم لمده يوم واحد بس، يعني لو انا اعرف برضو الناس بيهم يعني حقهم علينا ان احنا نقول اساميهم. اللعيبه اللي هم هينضموا خلال المعسكر بس هيبقى يوم فقط، هيبقى يوسف عبد القادر، احمد السيد عبد النبي، عاصم سليم، يوسف عبد الحميد الشوق، وحماده مصباح. يعني الاعداد بقى الاداري قبل المباريات والامتحانات دلوقتي مشكله اعتقد كبيره بتقابلكم، يعني بتتصرفوا فيها ازاي مع اللاعبين؟ يا استاذ محمد، اول حاجه صعوبات قابلتنا الماتش اللي فات فعلا كان ناقص عندنا عناصر كتيره جدا رايحين امتحانات، احنا حاولنا يعني تواصلنا مع الاتحاد واجلنا فعلا ماتشين، كان الوادي دجله وكان الحرس، الماتش اللي فات ما عرفناش ناجله خالص، كنا رايحين فعلا في نقص عدد كتير وعندنا اصابات كتيره جدا، عندنا حضراتكم زي طبعا عارفين شاد رضوان ده نجم الفريق ومن احسن 20 لاعب على مستوى العالم، الراجل مصاب، وعندنا عثمان، عندنا يوسف حجاج، عندنا الشوه، عندنا عناصر كتيره ناقصه في الفريق فعلا. فاحنا الحمد لله الماتش اللي فات عدى، كان احنا الحمد لله الموسم اللي فات ما اتغلبناش، اول ماتش نتغلبه من خلال سنتين، والسنه دي الحمد لله ما اتغلبناش من اول الموسم، كان اول طبعا كابو عدت علينا الفريق كله كان زعلان، واحنا كنا طبعا كنا زعلانين جدا، بس الحمد لله النهارده اللعيبه كانت رجاله وحاولنا نخرج من اللي احنا كنا فيه، فالحمد لله الماتش ده بالنسبه لنا هيرجعنا تاني، واحنا الحمد لله اول البطوله وعندنا ماتشين متاجلين، والماتشين متاجلين واحنا الحمد لله برده الاول. شكرا كابتن راشد، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. كابتن اسامه، دي كانت لقاءاتنا بعد انتهاء مباراه الاهلي والداخليه والفوز والتربع على قمه الدوري 2001، يمكن عاوز انقل لحضرتك يعني رساله جالك من اولياء الامور، اولياء امور 2001 كلهم سواء من الاهلي او الداخليه، الناس بتشكرك بتوصلك شكر متواصل على استاد الاشبال يعني المجهود الخرافي اللي عاملينه في على نجوم مصر الصغيرين، يمكن يعني شايفين ان دي فرصه ان اولادهم الناس تشوفهم، الرهبه الاعلاميه تروح، وخاصه كمان ممكن البعض يتسوق فيهم فيما بعد، فدي كانت رساله وامانه من اولياء الامور لحضرتك حبيت اوصلها لك، الكلمه دي كابتن اسامه. شكرا مراسلنا المتالق والمميز محمد توفيق،
واحنا بنشكر طبعا اولياء الامور وبنشكر الكابتن فتحي مبروك اللي كان موجود معانا من شويه على المجهود اللي عامله داخل قطاع الناشئين، وبنشكر كل لاعبنا ان شاء الله نتمنى لهم كمان التوفيق خلال الفتره اللي جايه. بنذكر حضراتكم ان في فكر كويس عنده امكانيات كبيره جدا، يعني اخيره المنتخى الطبيعي جدا بيبقوا في الاهلي والزمالك، وما ان الزمالك ترتيبه ممكن الثامن او التاسع مش متذكر، الزمالك الثامن الثامن، فاعتقد هو الاهلي هو دلوقتي في على هو الصداره بالظبط في الصداره، ومعاه تقريبا يمكن طلائع الجيش وبتروجيت ومصر المقاصه، لكن الاهلي ما زال يعتلي الصداره. النقطه اللي كنت عايز اتكلم فيها في المباراه التغير اللي حصل، التغير اللي حصل او الملموس اللي انا شفته في الشوط الثاني، عربي بدر واحمد نبيل كوكا، عربي بدر ابتدوا كمان يعملوا عمليه الضغط في نص ملعب، ابتدوا كمان يزقوا الثلاثه اللي موجودين تحت الفرد للحته اللي قدام، عشان كده خلت دايما باستمرار لعيبه النادي الاهلي في نص ملعب في نص ملعب الداخليه، عشان كده شفنا انتشار واسع، شفنا كرات سريعه. الشوط الاول كان هم راجعين شويه لورا، فبالتالي كانوا الثلاثه اللي بيلعبوا تحت الفرد حماده الفيل واحمد اشرف ومحمد سلامه، كانوا الثلاثه برضو عندهم مهام دفاعيه كتيره جدا، وكانوا بيرجعوا وبياخدوا وقت طويل جدا في بناء الهجمه. الشوط الثاني لما الاثنين الميدفيلدر اتحرروا شويه ابتدوا يضغطوا، ابتدوا يعملوا عمليه الضغط في نص ملعب الداخليه، ابتدينا نشوف شكل مختلف للنادي الاهلي. تمام. الشوط الثاني، عشان كده دايما بنقول ان الاثنين اي اثنين بيلعبوا في نص ملعب هو محور اداء الفريق. لو ادوا بشكل كويس، لو عملوا عمليه الضغط بشكل كويس، زمالك كابتن حشوت الاول كان عندهم مس باس كتير جدا، اختلف الشوط الثاني. الشوط الثاني كمان لما المس باس قل، لما ابتدوا يتحرروا يا كابتن من الضغوطات اللي عليهم، يمكن اعتقد ان هي دي توجيهات احمد سراج ما بين الشوطين، انه لازم تتحرر من حته الضغط اللي عليك، العب لعبك الطبيعي، بتلعب في النادي الاهلي انت الافضل، احنا الافضل، احنا الاكثر استحواذا. فلما تحرروا من عمليه الضغط ابتدينا نشوف شكل كبير، شكل افضل للنادي الاهلي. وبانت بعد الهدف كمان كتير طبعا لما التحرر كمان زاد بزياده بان بقى، لكن الاثنين دول الحقيقه دورهم الشوط الثاني كان مهم جدا في عمليه بناء الهجمه والضغط والاستخلاص الكره. وانا اتفق معاك ان بداوا يزقوا حتى الثلاثه الاماميين لقدام، بقى اصبح الضغط امامي. عايز اطمن الناس برضو في حاجه برضو بالنسبه لقله الاهداف، يعني الدور الاول دي اللي انا هسالك فيها بقى كابتن حشيش. بالرغم ان الاهلي يعني فايز ومتصدر جدول المسابقه دلوقتي بفارق كبير عن الفريق الثاني طلائع الجيش، لكن حاسس ان في نبره حزن شويه ان احنا كسبانين واحد. يعني هما بيقارنوا بمباراه الدور الاول احنا كسبانين 6-1، فممكن كان النهارده في المتناول يعملوا مثلا نتيجه بسكور كبير، فانا شايف يعني حزن شويه. دي حاجه طبعا ايجابيه ان انت تبقى كسبان واخد 3 بونت وطالع زعلان انك بس هدف واحد، ودي راجعه طبعا للمقارنه بين الدور الاولاني، الماتش الاولاني كان 6-1 كان اهداف طبعا كتيره، بس احنا قلنا قبل الماتش ما يبدا ان في معطيات اتغيرت. في فرقه كانت لسه داخليه في اول الموسم، كانتش لسه برضو عارفه النادي الاهلي وتعرفت على العناصر المهمه فيه. الدور الثاني بتبقى الفرقه خلاص حصل انسجام، كله بدا يحفظ بعض، جايين بيلعبوا بطل المسابقه على ارضه في على الهواء، كل واحد طلع اكتر ما عنده. احنا شفنا كمان كان في حاجه في، يعني لو اتكلمنا على فرقه الداخليه شويه، انهم كانوا حته الروح القتاليه العاليه كان بيضغطوا جامد على لعيبه النادي الاهلي وتاكلينج وضاغطين قدام وورا وعلى الاجناب في كل حته، وبيلعبوا لعبهم وما كل واحد عايز يطلع اللي عنده. كذلك برضو في عامل تاني، النهارده هدافين الفرقه كانوا غير موفقين، يعني عبد الوهاب لو اتكلمنا 10 اهداف علي. شادي رضوان مش موجود اللي هو 8 اهداف. طبعا ده شادي رضوان من اهم اللي موجودين في فريق 2001 بالظبط يا اسامه. في حاجه كمان عندك اللي هم الهداف الثالث، ده الفاكس دلوقتي معانا كمان على الهواء، اسماء اللاعبين اللي انضموا لمنتخب مصر. اتفضل يا كابتن حشيش. كذلك برضو الهداف الثالث اللي هو حماده الفيل 7 اهداف، واحمد اشرف برضو كانوا غير موفقين، وعشان كده سراج طلعهم الشوط الثاني واستبدلهم الشوط الثاني. فهي دي العوامل اللي ادت ان برضو يعني برضو عدم التوفيق، لان كان في برضو بالذات الشوط الثاني في اكتر من فرصه على المرمى، كذلك برضو ضربه الجزاء اللي ضاعت. فكان ممكن الاهلي يطلع برضو بسكور قريب من السكور الدور الاولاني. انما طبعا يعني انا شايف ان الاداء الشوط الثاني اتحسن بشكل كبير، اللعيبه ابتدت تظهر، يمكن الناس اللي بتشوف اللعيبه دي لاول مره اطمنت. يمكن انا حاسس، يمكن بلال قال ان اول انطباع بالنسبه للناس في الشوط الاولاني اول مره يشوفوا الفرقه دي على الهواء. هي دي كانت، خلي بالك النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها، حته نفسيه النهارده ان ولد بيتزعل لمباراه عايز يطلع احسن حاجه عنده. صحيح. فممكن في شويه تسرع فبتيجي ممكن تقلب بالعكس، تقلب بالعكس. وده اللي حصل الثاني مع احراز الهدف، بدات الضغوط تتحرر شويه، بدانا بقى كل لعيب يطلع اللي عنده بقى في هدوء في الملعب. واعتقد ان طبعا جمهور النادي الاهلي اللي متابعنا ومتابع المباراه ومتابع
اولاده اللي هم 2001 اطمن على عناصر كثيره جدا في الفرقه وان شاء الله باذن الله مزيد يعني من الانتصارات مع نقلنا المزيد من المباريات بتاعتهم. يعني عايز اكلمك يا كابتن بلال عن اللعيبه بقى، عايز ابدا اتكلم عن اسماء اللعيبه اكتر علشان نبدا نعرف جمهور الاهلي بالمواهب الموجوده داخل القطاع، منهم عربي بدر. عربي بدر من اللعيبه المميزه اللي بيلعب زي مركز حسام عاشور كده في وسط الملعب، بيصعد مع 97، بيصعد ساعات مع 99، صعد في فتره من الفترات للدرجه الاولى. شفت عربي بدر ازاي النهارده، خاصه ان دي النهارده اول مباراه ممكن من فتره يلعبها اصلا مع فرقته 2001. طبعا هو واضح ان هو عشان ينزل يلعب مباراه النهارده، واضح طبعا ان في تعليمات وان المباراه مذاعه ودي بدايه الضغوط اللي كانت موجوده الشوط الاول، يعني فاهم قصدي؟ يعني انت النهارده عندك مباراه، فانت النهارده استقطاب عربي ان هو يلعب النهارده مع 2001، وضع طبيعي ان المباراه مذاعه وان الشكل لازم يكون في افضل حال، فدي ادت حته من الضغط شويه في الشوط الاول، لكن اللعيب عنده امكانيات، عنده ضغط، عنده سرعه، عنده قوه، بيعرف في باص بشكل كويس جدا، عنده رؤيه في الملعب، وده يمكن شفناه بعد ما الاهلي سجل الهدف الثاني، يمكن حتى من بدايه الشوط الثاني كمان ابتدينا بنشوفه بيعمل ثرو باسز كتير، يمكن دي برده لقطه من اللقطات، يعني لعيب عنده امكانيات انه يلعب في الفريق الاول، خد بالك يتحرر بس، وانس ان اللعيب الصغير يا كابتن حررته من الضغوطات اللي عليه، وانس انه عمل كل حاجه انت عايزها في الكوره، يعني احنا بنقول ايه؟ انا قلت يمكن في بدايه كلامي عن الشوط الثاني ان الاثنين بتوع نص ملعب هم اللي ادوا الشكل بتاع النادي الاهلي الشوط الثاني، هم عربي بدر رومانتي الميزان بالظبط، واحمد نبيل. عربي بدر يمكن لعيب قوي شويه، عنده سرعه شويه، انا حاسس كمان يا كابتن بلال من اللعيبه اللي عنده شخصيه اللي دايما يمتلكها لعيبه النادي الاهلي، الشخصيه في الملعب، عنده هدوء، عنده شخصيه، عنده قوه في ادائه، حتى هو يعني من كباتن الفرقه وشايفه كمان كان بيتكلم مع اللعيبه وبيديهم نصائح في بدايه اللقاء. وده شيء، خد بالك، وده شيء جميل، خد بالك ان انت تربي وده تعودنا عليها اسامه، خد بالك من واحنا صغيرين في النادي الاهلي تعودنا ان في كابتن فرقه، كابتن في 2-3 كابتن فرقه بيتكلموا مع الفرقه في وقت الازمات، وقت الازمات ده ممكن يكون ما بين الشوطين، يعني انت النهارده الشوط الاول النادي الاهلي شكل وحش، يعني شكل وحش مش كفريق، لا شكل وحش كنادي اهلي، ان انت بتلاعب فريق داخليه، فريق اقل منك، شكلنا وحش، ان احنا متوترين شويه، احنا خارج الفورمه بتاعتنا، المفروض نكسب ونسجل هدفين ثلاثه، التوتر ده بيخليك تجيب اللعيبه الكبيره اللي بقى لها مثلا 5-6 سنين في النادي الاهلي، خدت الخبرات وخدت التجارب، ممكن يكون في لعيبه بقى لها 2-3 سنين في الفرقه دي، لكن في لعيبه بقى لها 6-7 سنين اللي هم كباتن الفرقه، يعني انا كان بلعب معايا 18 سنه، كان بيلعب معانا ناس بقى لها 13 سنه في النادي الاهلي، فدول يعني عاشوا المواقف دي، عاشوا الحاجات دي، عندهم خبره كبيره جدا، لكن كله في الحته دي بيتساوى في حته ايه؟ التلفزيون، الاعلام، الناس هتقول، الناس اللي قاعده في البيوت بتتكلم علينا ازاي؟ المدربين هيشوفونا ازاي؟ خد بالك لقطه من اللقطات دي انت ممكن تكون قاعد في ايجنتس يعني سماسره قاعدين بيتفرجوا على لعيبه النادي الاهلي النهارده، السنه اللي جايه هنودي مين فين وهنحط ده، دي حاجات كتيره جدا تدي ضغوطات عليك. صح. لما حرر سراج اللعيبه من الحته دي ابتدينا نشوف المستوى بتاع اللعيبه بقى الحقيقي. الكوره بتاعتهم الحقيقيه. صحيح. البساط، الاستلام، الاستحواذ، الضغط، برغم انا عايز اقول لك يا اسامه برضه الملعب في الشتاء سيء شويه. الملاعب دايما كل ملاعب مصر كلها وده غير طبيعي في الشتاء طبعا، غير مؤهله يا كابتن ان انت تلعب عليها كوره في الشتاء للاسف الشديد. صحيح. فالملعب برضه خد بالك له عامل بيفرق كتير يا اسامه. انا عايز اعلق برضه اكمل على عربي. لان انا من المعجبين اساسا بعربي. عربي كان معانا في منتخب القاهره من 4 سنين. والولد وهو عنده 13 سنه وعنده الشخصيه اللي انت بتقول عليها يا اسامه. عنده شخصيه لعيب كوره اللي في نص الملعب، عنده اولا كوره عاليه قوي وده اللي بيميزه، زائد الناحيه الدفاعيه كويسه قوي، فانت عندك مشروع ديفندر للنادي الاهلي وصانع العاب. تمام. انت عندك الحته دي اللي انت مفتقدها في الفرقه الكبيره. ان انت يمكن عندك الاثنين اللي بيلعبوا ديفندرات يعني بيقطعوا بيسلموا الكوره. ما عندكش حد اللي هو ممكن يكمل ويزيد. يكمل ويزيد ودي حاجه مهمه قوي موجوده في عربي، وخد من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده في اليابان في الدوره بتاعت اليابان الدوليه اللي احنا لعبناها. وانت بتتكلم برضو احنا شايفين دلوقتي كابتن فتحي مبروك، كابتن اكرامي، كل المدربين القطاع بيتابع برضو على طول متابعين ده لو في مسانده من كل يعني المديرين الفنيين في القطاع لفريق 2001 كان النهارده. الحقيقه دي هي موجوده على طول في النادي الاهلي دايما، حتى مدربين الفرق الثانيه بتيجي تتفرج على الفريق اللي بيبقى موجود، نوع من الدعم يعني للمدربين واللعيبه. فانا عايز يعني اركز تاني مع عربي. عربي مشروع لعيب كويس قوي قوي هيبقى موجود خلال الفتره اللي جايه، واعتقد ان هو خلال الفتره اللي فاتت وهو بيلعب مع 97 انا شفت له كذا احتاجوه في كذا تدريب في الفرقه الكبيره وطلع اتدرب معاهم شويه،
فان شاء الله باذن الله نشوفه يعني قريب في النادي الاهلي. كذلك احنا عايزين برضو نتكلم، انا عندي برضو بعض اللعيبه الثانيه الموجوده. قبل ما تكمل بقيه الكلام على اللعيبه، والنهارده هنفرد مساحه اكتر طبعا اللعيبه عشان الجماهير والناس كلها تعرف يعني لعيبه النادي الاهلي، وهنشوف برضو اللعيبه المميزه في الداخليه. هنروح دلوقتي لمراسلنا محمد توفيق. اتفضل يا محمد. اهلا بيك كابتن اسامه، برحب بحضرتك مره ثانيه وكباتن مصر كابتن محمد حشيش وكابتن بلال. بعد فوز الاهلي على الداخليه 1-0 واعتلاق الصداره ب 54 نقطه، يعني معنا احد لاعبي الداخليه احمد اشرف. يعني احمد النهارده بتلعبوا النادي الاهلي على ملعبه والمباراه مذاعه على الهواء، يعني قول لي بقى كابتن هاني قال لكم ايه قبل المباراه، خاصه انكم اخر ماتشين كنتوا كسبانين. الكابتن هاني شجعنا بالمباراه وحمسنا وقال لنا المباراه هتبقى متشافه وكله بيتفرج على المباراه، وكنا نازلين فعلا عملنا ماتش حلو مع الاهلي وكان ماتش رايح جاي بس سوء توفيق بقى الحمد لله. يعني احمد بتمثل لك ايه تجربه ان كابتن اسامه حسني وملعب الاشبال النهارده والمباراه مذاعه مباشره على الهواء، ودي تجربه يعني زي ما بنقول النادي الاهلي كان سباق فيها انه يذاع ماتشاته كمان حريصا على تسليط الضوء على لعيب الفرق الاخرى، يعني ده بيمثل لكم ايه؟ دي طبعا بتساعدنا ان احنا نتعرف ونتشاف في منتخب مصر وكده. النهارده بقى قول لي انت قبل الماتش انت ومحمد هاني سبتوا الامتحانات وجيتوا عشان خاطر المباراه، يعني ازاي عملت كده؟ يعني الكابتن هاني طبعا قال لنا المباراه مهمه قوي واهم حاجه، فاحنا يعني ايه فضلنا المباراه عن الامتحانات وحاولنا نيجي الماتش. يعني الماتش الدور الاول 6-1 النهارده 1-0، انا شايف ايه اللي فرق معاكم في الاداء من المباراه دي للمباراه اللي فاتت؟ والله سوء توفيق، يعني المباراه الاولى احنا كنا كسبانين 1-0 الشوط الاول وكنا عاملين ماتش معاهم حلو، بس الشوط الثاني البدني بتاعنا كان واقع وقعنا. برده النهارده احنا الشوط الاول عاملين ماتش حلو معاهم بس سوء توفيق بقى الحمد لله. شكرا يا احمد، نتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن اسامه بتقدم بشكر لحضرتك، دي كانت لقاءاتنا النهارده بعد انتهاء مباراه الاهلي والداخليه، والكلمه لحضرتك مره ثانيه. شكرا مراسلنا محمد توفيق على التغطيه النهارده ما شاء الله بدايه اللقاء، وفي نهايه اللقاء بنشكرك يا محمد شكرا جزيلا لك. كابتن حشيش اتفضل. عايز اقول ان يعني الفرقه دي الحقيقه بتضم يعني اكتر من لعيب مميز، سواء كانوا موجودين النهارده او مش موجودين للاصابه، زي مثلا شادي رضوان من طبعا من اللعيبه اللي الناس ما اعرفش ممكن ما تكونش لسه عارفاها، انما لعيب برده على مستوى عالي. في يوسف عثمان برده من اللعيبه الكويسه، عنده اصابه وما بيلعبش، كان عنصر اساسي في الفريق. كذلك انا شايف التدعيمات بتاعه 2002، لان 2002 دي انا حافظهم كويس عشان طبعا يعني ابني موجود معاهم. الباك رايت احمد سيد عبد النبي، ده بقى من ضمن اللعيبه اللي احنا بنتكلم عنها. احنا اتكلمنا عن هاني عمرو المساك ومحمد مغربي، كابتن بلال اتكلم عنهم تمام، واتكلمنا عن عربي بدر واحمد نبيل كوكا. عايز اتكلم عن احمد سيد عبد النبي، ان فعلا من اللعيبه اللي عجبتني النهارده. باك رايت حديث، عنده ناحيه الهجوميه ممتازه، عنده سرعات، عنده كوره اللي قلما تلاقيها برضه في ناحيه يعني الباكات، مش كل لعيب او كل باك رايت بيبقى عنده كوره عاليه شويه، هو عنده كوره عاليه. محارب وشرس قتالي يعني. ناحيه الدفاع عنده ممتازه، بيحرز اهداف في اوقات كثيره جدا، شفته هنا مع ال 2002. كذلك برضه محمود صابر. محمود صابر التغيير اللي نزل التغيير الاولاني التغيير الاولاني كان في الشوط الثاني. اللي نزل بدل محمد سلامه. محمد سلامه برضو محمود صابر لعيب عنده سرعات، جسمه كويس سريع، بيرقص بسرعته، دي برضو من يعني الحاجات النادره اللي بتبقى مميزه قوي. معظم اللعيبه بتحب انها تستلم الكوره على الواقف وترقص او تباص، انما ده بيرقص بسرعته وعنده كروسات برضو متميزه، فبرضو الاثنين لعيبه دولت اللي هم من ال 2002 احمد سيد عبد النبي ومحمود صابر. كابتن بلال برضو عايز اتكلم عن حمزه علاء حارس المرمى. حارس المرمى النهارده يعني هو بغض النظر عن كره واحده بس كانت في الشوط الاولاني اللي ما قدرهاش تقدير كويس، لكن كمجمل طبعا ما كانش فيها هجمات من الداخليه عليه كتير، لكن كان موفق دايما في خروجه، في حتى في هدوءه في تحضير الهجمه من تحت. حمزه علاء بص، هو دايما يعني الاهلي متميز بحراسه الحيه يعني على مرمى العصور يعني. يعني احنا حتى لو بصينا فرقه 98 او 97 هنلاقي فيها برضو اثنين حراس متميزين جدا. الفرقه دي برضو يمكن حمزه واضح انه عنده ثقه في نفسه، وخد بالك اهم مميز حارس المرمى اسامه الثقه في نفسه، هو دايما عنده ثقه، القرارات اللي بياخدها بتبقى قرارات سليمه صحيحه. تمام احنا برضو مش هنتكلم برضو على الضغوط اللي حصلت يعني. احنا واضح الشوط الثاني هو كل كوره بيروح، خد بالك كل كوره عليه هو بيروح معاها صح، مظبوط، بيروح بتوقيته صح. تمام، حتى الكوره اللي اتشطت الشوط الثاني، الكوره راح في الزاويه البعيده، هو كمان رايح معاها
لحد الاخر مكمل معاه، حتى لو جت في الجون هو هتلاقيه هو معاه. فالنهارده التحركات بتاعته الصغيره الفوتورك بتاعه واضح ان هو رائع جدا، على طول شغال بيشتغل بشكل كويس قوي. ممكن ما يكونش اختبر بشكل كبير، لكن توقيتاته في الخروج متميزه. يعني الكره دي مثلا لولا الخروج كان ممكن بالسهل يحطها في الكره دي. ده حارس مرمى الداخليه. انا بكلمك عن حارس مرمى الاهلي حمزه علاء. سوري معلش. ده الهدف بتاع الاهلي. لا انا عايز، انا بس على أنا عايز فكره هو بتاع الداخليه كمان الحقيقه جون مميز برضه. لا انا عايز الكره دي، يعني لا انا عايز الكره اللي اتشطت عليها اسامه الشوط. هتهلنا ذكروا لو سمحت لقطات حمزه علاء حارس مرمى الاهلي عشان برضه يتكلم عنها كابتن بلال. اتفضل كابتن بلال. هكلمك على، بكلمك على الفوت ورك بقى بتاعه. الشغل بقى اللي هي التحركات الصغيره بتاعه حارس المرمى داخل يعني داخل ال 18، حركاته كويسه، بيخرج في توتات جيده. ممكن ما يكونش اختبر يا كابتن، يعني في بعض الحراس خلاص انت طول المباراه بيجي لك بس لقطه واحده تبان فيها هل انت مستعد. صح. هل انت مركز طول المباراه ولا مش مركز طول المباراه؟ عشان كده بقول لك الشوطه اللي اتشوطت الشوط الثاني هي كانت جنب العارضه، لكن واضح ان التراي عليها في التوقيت صح ورايح معاها، لو في الجول هيمسك. هزود عليه حته بقى اكتر، لان انا برضو متابع حمزه من هو صغير، هو ما شاء الله بنيانه قوي، عنده حته كمان الجراه اللي هي برضو بتميز الاجوان الكويسين. الجرأه بتبان اكتر في الانفرادات، في الانفرادات بيطلع قافل الجون بتاعه، بيطلع مش قلقان مش خايف. كذلك برضه في الكور المشتركه هو عشان ما شاء الله البنيان كويس. فهو الحقيقه يعني جون على مستوى كويس قوي. الكوره اللي انا بقول لك عليها دي ما كانش فيها توفيق منه كويس فيها، او يعني ما امنش نفسه بشكل كبير. احنا بس عايزين نشوف كده يعني عندما اشتري، هل هو دي كانت بدايه اللقاء دي يعني طلع مع يعني حد اعاقه في الهواء ولا ده كان لازم طبعا يامن نفسه فيها بشكل كبير. ممكن يبقى فيها احتكاك شويه من شوية مهاجم الداخليه. لكن برضه كان لازم يامن نفسه بشكل كبير في البوكس او ياخدها من قدام شويه. ما استناش، لكن تعامل مع الكرات اللي بعد الكره دي كان تعامل بشكل جيد جدا. على فكره برضه اسامه الجون الاحتياطي بتاعه عاصم برضو جون مميز. يعني الحقيقه الفرق زي ما بلال قال، الفرق النادي الاهلي فيها جوان مميزه. خلي بالك حمزه علاء برضو من ضمن الاسماء اللي احنا كنا بنقول انها راحت منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين. تمام. لا هو من الجوان الحراس الكويسين. وبالمصادفه على فكره برضو الداخليه الداخليه جون بتاعهم على فكره مميز اللي هو ميدو ناصر. زياد محمد. زياد محمد. جون مميز. وفي جون تاني كمان، لان انا متابع برضو القطاع ده، في جون تاني اسمه عبد الله زغلول برضو جاي من المقاولين العرب. هي دي يا بلال، بص يا بلال التوقيت بقى، دي التوقيتات يا اسامه اللي انا بتكلم فيها. التوقيت دي كانت هجمه. التوقيت بتاع حارس المرمى يعني خلاص. ما هو خد بالك، بص من الاعاده. بص هنا هو قاري النهارده، اول ما اتحطت طلع خد السبرنت. خد بالك انا عايز اقول لك حاجه، انت خد بالك المسافه يا كابتن اسامه طبعا، يعني صعب جدا الحارس يطلع يقابل رد الفعل السريع ده. المسافه من الباص من اللعيب اللي في نص ملعب اللي باص الكوره للعيب الفرويد المسافه صغيره بتتكلم 10 متر. بص الهجمه من اولها هنا. خد بالك بص اتحطت الكوره لما راحت هنا يا اسامه، معلش اتحطت من مهاجم الداخليه. بص ومسك الكوره. بص بقى المسافه بين ده وده قد ايه، انه يطلع ويبقى قاري الحته دي صعبه جدا. خد بالك عايز حارس يعني مصحصح، يعني مسافه بعيده. طبعا عايز حارس يبقى مصحصح قوي ومدرك، لانه خد بالك ممكن تتشاط الكره يا كابتن، يعني ممكن نص ملعب صغير ممكن الكره تتشاط. طبعا. فالنهارده يبقى حارس مركز قوي ان الكره تتلعب وعينه على عين اللعيب اللي بيباصي، دي حاجه مهمه جدا. خد بالك يا اسامه الجزئيه وهي بتتلعب الجزئيه دي يا كابتن بيبقى فيها عين، ده بتبص على عين اللي بيباصي، لان ممكن اللي بيبص ده يسند ويشوط سهله جدا. صح. لكن تركيز الحارس هو النهارده في الحته دي، ركز ان التاني بيباصي، فبسرعه خد الثلاث اربع خطوات دي وهو كان اسرع للكوره. عايز اقول برضو عشان ندي برضو لفرقه الداخليه الحقيقه حقها، يعني فرقه متميزه عامله اداء النهارده مع النادي الاهلي على ملعب النادي الاهلي. اداء رائع. في بعض اللعيبه المميزه خط الفرود بتاعهم لعيبه مميزه، في كام لعيب بيلعب برجله الشمال لعيبه على المستوى. دي الشوطه كابتن حشيش عشان كنا بنتكلم على حمزه. بص يا اسامه التراي هو كمان، حتى دي اللي كان قصدك عليها. دي اللي كان قصدي عليها. هو كمان مع الكوره لدرجه انه طلع بره القائم كمان يا كابتن. صحيح. يعني الكوره لو في الجول طبعا 100% هيصدها عشان يضمن كابتن التراي بتاعه فين؟ بره كمان العارضه. وخد بالك في حراس يعني الكوره اللي زي دي كابتن بيبقى واقف على خط ال 18 بالظبط، فبتبقى سهل على خط سرعه خط الجول، فبتبقى صعبه جدا رد الفعل بتاعه. انما هو خلاص خد الخطوتين اللي قدام. بص يا كابتن والتراي بتاعه
بره كمان الحته دي يعني صح. طلع بره العارضه البعيده، فعشان كده بقول لك لو حتى في الجول ممكن لا ممكن يصد صبح يصد. طب هي زي ما بقول ان برضو لعيبه الداخليه عندهم كام لعيب على مستوى عالي خط الفيرود بتاعهم، زائد الجون اللي هو زياد محمد، والجون اللي في جون عندهم كمان كويس انا كنت متابعه في المقاولين وراح على الداخليه بيلعب اسمه عبد الله زغلول بيلعب في ال 2002، هم عشان ما عندهمش فرقه لل 2002 فهو متسجل في ال 2001 وبيلعب معهم برضو على مستوى كويس. قطاع ناشئين الحقيقه مميز، يمكن بس الاخفاقات اللي جت بالنسبه للفرقه دي في البدايات هي اللي اثرت على الترتيب شوي. انما المستوى النهارده يا بلال اللي شفناه لفرقه الداخليه ما اعتقدش يبقى الترتيب اللي هو كده مناسب يتناسب معهم الترتيب ده. مظبوط صح طبعا. زي ما احنا بنتكلم كابتن بلال كابتن حشيش عن اللعيبه عن الاجهزه الفنيه، لازم برضو ندي التحكيم، وده من ضمن المنظومه زي ما احنا بنتكلم عن قطاعات الناشئين، ان احنا بنطلع اداريين بنطلع مدربين بنطلع لاعبين بنطلع كل كل المنظومه دي. مباراه المقاولين اشدنا بالحكم في المباراه اللي فاتت، قلنا كان حكم شباب الاهلي كان في شباب الاهلي كان حكم رائع جدا. النهارده برضو الحكم ما حسناش بيه، انا ما حسيتش بالحكم برضو، لازم نقول اسمائهم. حكم ساحه الكابتن عمرو سامي، مساعد اول الكابتن عمران فريج، مساعد ثاني الكابتن احمد زيدان، ودي صور الحكام معانا. يعني شفتوا برضو التحكيم النهارده رغم ان المباراه سهله، برضو شفتوا التحكيم ازاي النهارده؟ التحكيم كان مميز بدليل ان احنا ما حسيناش بيه، وانت لما ما تحسش بالحكم بالحكم في الملعب بيبقى حكم ممتاز. تمام. شفناه كمان الجرعه على طول في ضربه الجزاء صفر وراح على طول من غير اي حق. يعني برضو السرعه في القرارات بتاعته قرارات حاسمه، فدي بتدي كمان قوه للحكم وما بتخليش حد يقدر يتكلم. لما يكون حكم واخد قراره وقرار سريع غير ما يكون متردد بتفرق. والمباراه النهارده كان فيها بعض الحاجات صعبه ولكنها كانت يعني لا كلها. عجبني كمان يا كابتن بلال هدوءه، يعني هادي في الملعب، قراراته هاديه. حتى اللعيب لما ما شفناش اعتراضات كتير من لعيبه الداخليه او حتى من لعيبه الاهلي، ما فيش يعني برضه حكم اعتبار حاجه جاي أسامة. يعني ممكن نقدمه للجنه التحكيم الكابتن مع اعتبار حاجه برضه، خلي بالك ان هو برضه زيه زي اللعيبه بيلعب مباراه مضغوط على الهواء وبيلعب في الاهلي وفي يعني زيه بالظبط زي اللعيب، هو نازل مضغوط يمكن اول ماتش في حياته واتزعله هواء. الضغط خد بالك ان حاجتين يا كابتن برضه، يعني ضغط من النادي الاهلي، هو بيلعب برضه في النادي الاهلي واخد بالك طبعا. انت برضه النادي الاهلي نادي كبير، واي غلطه قدامه وانت بتلعب قدام النادي الاهلي ممكن يبقى في شكوى ممكن يبقى في كلام. طبعا تاني حاجه بتلعب قدام الاعلام وكل الناس بتتفرج عليك صحيح. يعني واعتقد ان الحكام وصل لها ان المباراه مذاعه من قبل الموضوع ده، فاكيد هو محضر بشكل كويس قوي، مذاكر بشكل كويس جدا، عارف انه بيلعب جوه النادي الاهلي، عارف الناس كلها بتتفرج عليه صحيح. ودي برضه فرصه عارف يا اسامه لاثبات الذات والشخصيه. تمام. يعني هل انا مشروع حكم كويس؟ هل الناس ممكن تقول عليا مشروع حكم كويس صحيح. جيد ممكن يجي في المستقبل، ولا انا مثلا هحكم مباراه والامور انتهت على كده؟ مزبوط. يعني احنا المباراه اللي فاتت قعدنا نشيد بالحكم طول المباراه، قراراته سليمه جدا، التوقيت بتاعه، لياقته البدنيه عاليه النهارده، ايوه حتى تكوينه الجسماني ما انا بقول لك لياقته البدنيه حلوه، طول احنا عايزين نعرف بس الوزن حاجه حلوه يعني. لا شايفين برضه الحكم مستقبل لجنه التحكيم. عايزين نعرف الحكام دول القاهره ولا اي منطقه يعني. تانيه عشان دي بس يعني نشيد بس بحكام القاهره نشوفها لك في الاعداد يا ريت يا ريت ونقول لك لان دايما يعني طبعا كل حكام مصر مميزين بس بالاخص يعني حكام القاهره يعني. تمام كابتن بلال، بالرغم انه ما احرزش اهداف النهارده عبد الوهاب علي، هو مهاجم فريق 2001 وهو متصدر يعني صداره التهديف ب 10 اهداف، لكن النهارده انا شايفه كان يعتبر من اللعيبه المحطه، لما الكره بتشتغل ناحيه اليمين وناحيه الشمال يعني تحركاته كويسه، دايما محطه لزملائه اللي كانوا بيجوا من تحت. النهارده برضو النهارده ما كانش موفق، ممكن في اول كوره الحكام بيقول لك منطقه القاهره يا كابتن حشيش. طيب طبعا بس يعني لجنه حكام القاهره وكابتن توفيق السيد يعني عامل شغل بصراحه جامد يعني. فشفت النهارده عبد الوهاب علي ازاي خاصه يعني من المهاجمين المميزين. الشوط الاول هو لعيب لعيب جيد، عنده سرعه، بيتحرك كويس بره ال 18 يمكن كمان جوه ال 18. بص في اوقات ممكن ما تسجلش اهداف نتيجه المباراه نفسها، النهارده شفنا الداخليه اسامه بيلعب زون ديفنس من بدايه المباراه، يعني دي واحده من الحاجات اللي عملها الشوط الاول حلو قوي. أيوة. كمان هايلين يعني جابوا لك على طول لقطات واحده ما لسه بقول بتحرك بره ال 18 بشكل كويس قوي قوي يعني. تمام ما شاء الله خفيف الحركه، الفوتورك برده بتاعه حلو، لعيب يعني لعيب جيد يا كابتن.
حركته كويسه يعني النهارده بص مستلم وبيرقص بيعمل فينت كويس تمام يعني عنده كمان المهاره الفرديه جيده جدا فاهم لو لعب جوه لو اهتم بس شويه اهتمام جوه البوكس يا كابتن هيسجل اكتر من كده لان هو لعبه معظمه على الاطراف هو معظم لعبه هو بيعمل اسيست كويس قوي صحيح. ومحطه زي ما قال اسامه بيعملها بشكل كويس جدا تمام بيقف على الكوره كويس عنده سرعه بيعمل مهاره بيلعب مع زمايله عينيه كويسه على اللعيبه زمايله داخل الملعب بس مهم جدا انك برده تلعب في البوكس يعني انا برده بشوف ان 10 اهداف في حوالي 16 تقريبا مباراه كام في 20 مباراه 20 مباراه برده مش كتير يعني مش كتير على مهاجم النادي الاهلي في الناشئين يعني برده مش بالنسبه لي مش حاجه على المستوى الشخصي بقى لعبد الوهاب خلي بالك شفت التحرك بتاعه هنا على العرض على العرض على العرض الورق طبعا يعني بص هنا يا كابتن بلال شاف التحرك لا واللي عمل الكره دي بصراحه هايل جدا اللي عمل الكره دي ده تقريبا سلامه كوكا ولا لا كوكا سلامه بشعر سلامه 11 ده كابتن حشيش بيقول لك عشان انت كنت بتسال على الحكم الكابتن عمرو سامي اخو الكابتن طارق سامي طبعا طبعا هايل وبيقول لك كمان هو طيار طبعا طيار وطارق برضو يعني كابتن طارق كابتن طارق سامي برضو من الحكام المميزين يعني دول مميزين اخلاقيا وفنيا بصراحه على مستوى عالي عايز اقول لك حاجه على عبد الوهاب وبيقول لك برضو يا كابتن بيقول عشان تسال على حكم الماتش اللي فات على المقاولين ابن الكابتن الكابتن عزب حجاج كابتن حسام طويل طويل الرفيع ده ده كلها حاجات ورثه حاجات جينات ورثيه كلها عايز اقول لك حاجه على عبد الوهاب بقى على المستوى الشخصي عبد الوهاب طبعا انت عارف يا اسامه ان هو من المغتربين وبينام عبد الوهاب في الاستراحه في الاستراحه بتاع النادي الاهلي النهارده مش هينام عشان ما حرصش هدف عنده الحته دي يعني عارف بيبقى مصر دايما انه كل ماتش لازم يبقى هدف وخصوصا النهارده كمان متزعل على الهوا واهله بقى في البلد كان نفسه هو انا هضحكك بقى عبد الوهاب خلي بالك يعني من الشخصيات الطيبه جدا جميل جميل كابتن خطيب لما راح قابلهم هناك في مدينه نصر اللعيبه فكل لعيبه كابتن بلال بيعرف نفسه للكابتن خطيب يدخل انا كذا ويسلم فهو عبد الوهاب علي وقف مع كابتن خطيب قال له عبد الوهاب علي مهاجم 2001 احرزت 10 اهداف السنه دي لا بس قول له قولها باللغه طيب تعال اسامه قولها باللغه والله يا رجاله لا الصعيدي قولها اللي انت قلتها له تاني حلو قوي قول له احرزت 10 اهداف السنه دي يا فندم وخدناه قبل كده نجم عطيه قولها اسامه قولها عبد الوهاب علي ايوه مهاجم 2001 احرزت 10 اهداف ومن الاقصر من الاقصر من الاقصر ايوه تحيه طبعا لاهلنا وفي الاقصر اللي ما شاء الله يعني الاقصر كلها اهلاويه طبعا طبعا خط الصعيد كله اهلاويه طبعا طبعا بص يعني ما شاء الله ذكروني على طول معانا في الكلام اللي احنا بنقوله وعماره كمان كل الناس الموجوده ما شاء الله في الكنترول كل واحد بيعرف نفسه هنا من اللعيبه بص كابتن خطيب حريص ان هو الاسماء وبيلعب يعني كل واحد خاصه كمان يا كابتن حشيش يعني من رمز بتفرق كبير بتفرق والله يا استاذ كابتن محمود الخطيب بتفرق جدا جدا ولد صغير قوي. يشوف الكابتن محمود الخطيب ورئيس النادي الاهلي وحاجه يعني كلنا بنحلم بيها ويسلم عليه ويسلم ويقول رساله مهمه جدا طبعا طبعا, طبعاً. مع طبعا الكابتن فتحي مبروك مدير القطاع طبعا ده صالح نصر ده يعني من العناصر برضو المهمه بس في مواليد 9 انا بقول لك يا اسامه الكلام ده نصر. الكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده وده طبعا مدربين القطاع كلهم كابتن اشرف وزيد كابتن تامر دسوقي دول بقيه اللعيبه احمد شادي ولا لا شايف روح حلوه طبعا روح حلوه هم فرحانين انهم طالعين يسلموا الموضوع مختلف يعني طبعاً. بصراحه احنا اتكلمنا في القصه دي وقلنا ان يعني زياره رئيس النادي الاهلي وقيمه الكابتن محمود الخطيب يعني رمز في كره القدم رمز كبير جدا صحيح. في كره القدم في مصر طبعاً. يعني ان هو كمان يروح انا عايز اقول لك على حاجه انت النهارده الزياره دي يعني الاولاد دول هيتحكوا مع اهلهم عن طبعاً. عن الزياره دي بشكل كبير وخصوصا انها كمان يعني خلاص اتسجلت في التاريخ بقى اتسجلت في التاريخ صح. تاريخ طبعا تاريخ كبير يعني خد بالك بتدي امل عند كمان عارف يا كابتن يعني نربط ما بين دي وما بين النصيحه اللي قالها كابتن الخطيب انك انت ابوك وامك النهارده لما تروح مثلا النهارده يعني اولياء الامور يتفرجوا على لقطه زي دي المسج اللي احنا اتكلمنا عليها اللي توصل لاولياء الامور كمان انه لا في امل في النادي الاهلي في امل انك تبقى لعيب في النادي الاهلي اللقطه دي متسجله في كام بيت دلوقتي لا وداهم نصيحه كمان مهمه طبعا يعني تمرينك دراستك علاقتك بربنا والدك ووالدتك صح صحيح عايزين نشوف عبد الوهاب علي لازم لوكسور
لسه هيجي الدور على ابو ابو علي. لسه هيجي الدور عليه دلوقتي. طبعا كل المدربين موجود، الكابتن امين عرابي، دي رساله مهمه طبعا. وزي ما بقول لك كان الكابتن صالح سليم برضو رحمه الله عليه كان حريص دايما انه يكون متواجد دايما في قطاع الناشئين. صحيح. النادي لانه ده كان الكابتن حماده صدري كان يومها في مباراه وديه جونا مع شباب الاهلي، وكابتن حماده صدري طبعا يعني من الناس المحترمه والشخصيات المحترمه. على شاكر دكتور على شاكر. ف ما شاء الله كانت زياره يعني مثمره جدا. كمل يا كابتن بلال معاك، كنت بتتكلم عن عبد الوهاب علي. دي صوره جماعيه طبعا الكابتن خطيب مع كل المدربين وكابتن فتحي يعني في نهايه اللقاء. انا بس يعني انا بقول لك النصيحه انه دايما يشتغل، يحاول يشتغل برده جوه البوكس زي ما بيشتغل بره البوكس. بيشتغل بره البوكس بشكل كويس قوي قوي يعني، بيحضر كويس قوي، عنده سرعه، عنده مهاره، عنده رياكشن حلو، الفنتات بتاعه بيعملها بشكل كويس، عينه حلوه مع اللعيبه زمايله يا كابتن. يعني شفنا الكره اللعيبه دي قطم وبص بسرعه وشاف اللعيبه اللي بيلعب في الزاويه العكسيه ولعبها له بشكل كويس جدا. تمام. الدبل باص اللي بيعمله كويس قوي، لكن محتاج يدخل ال 18 كتير. احنا مش ممكن يكون بيعملها في ماتشات ثانيه، انا بتكلمك على النهارده، احنا المركز بتاعنا مباراه الداخليه، ممكن يكون الكلام ده بيشتغل عليه بشكل كبير. يمكن لكن واضح النهارده الاطراف كانت عطلانه شويه، فهو حب يعني بس قصدي واضح من تسجيل الاهداف 10 اهداف برده في 20 ماتش. يعني برده قليل شويه. معدل قليل شويه على في الناشئين. انت برده الناشئين المساحات مفتوحه شويه بس خلي بالك احنا لو قارنا بيك مش لو قارنا باهدافك في الناشئين ما حدش هيلحقك عشان تبقى عارف. لا انا مش بتكلم في كده، اوعى تقارن بينك انت. انت 60 جول و 66 جول. الدوري يا كابتن حشيش يعني بيلعبوه مش دوري منطقه، يعني لو دوري منطقه كنت بتلاقي اهداف كتير. النهارده زي الدوري الممتاز بالظبط، ممتاز. هو دوري نفس الفرق الممتازه هي الموجوده بنفس ترتيب الاسابيع، فيها صعوبه شويه، فهي دي ممكن يبقى برده 10 اهداف في 20 مباراه، ممكن يبقى نسبه يعني لحد ما برده مقبوله من عبد الوهاب علي. شفت محمد اشرف ازاي النهارده يا كابتن حشيش؟ بكلف شفته الشوط الثاني احسن اما اتحرر شويه من النواحي الدفاعيه، واكيد سراج كلمه في الحته دي وابتدى يشارك في الهجمات والانطلاقات. عنده تكوين جسماني قوي، عنده سرعه، عنده برده كوره مراوغه، عنده كروسات كويسه. اعتقد انه برده مشروع يعني نجم في الناحيه الشمال. اللي هي برده خلي بالك الناحيه الشمال دي برده حته البكلف قليله شويه، مش في النادي الاهلي، في مصر عموما. فاحنا بنتنشى على حد يكون بالمستوى المميز ده. تمام. كابتن بلال بقى في نهايه حوارنا، شفت يوم النهارده ازاي؟ خاصه ان هو اليوم الثالث لينا في ملعب الاشبال. انا بشوف ان الحمد لله ان احنا بنقدم رساله جيده لكل اللعيبه بتاعه النادي الاهلي، لكل اولياء الامور، المتابعين. بنقول يا جماعه ان احنا هو احنا هنا زينا زي يعني بنكمل المنظومه بتاعه النادي الاهلي لاكتشاف المواهب، لمعرفه جمهور النادي الاهلي بالاشبال بتوعه، عشان بعدين الناس بتسال يا جماعه فين القطاع الناشئين، فين الناس. صحيح. اللي بتطلع من تحت، فين الناس اللي احنا النادي الاهلي بيصرف عليها. هم يا جماعه قطاع الناشئين موجود، في عندنا امكانيات كويسه، عندنا لعيبه امكانياتها جيده، عندنا مدربين جيدين بنقدم هنا الحمد لله في الاستوديو نماذج كبيره جدا من اللعيبه او المدربين او الاداريين او حتى الحكام كمان بشكل كويس. بنعرف جمهور النادي الاهلي بلعيبه النادي الاهلي، ودي الحمد لله المسج اللي احنا قادرين نوصلها. كابتن حشيش تكمله طبعا للدعم من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب واعضاء المجلس ورئيس القطاع. احنا بنكمل هنا في برنامجك وفي الاستوديو اللي احنا بنعمله، وبنطمن جمهور النادي الاهلي على فرق النادي الاهلي وعلى نجوم الغد ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حشيش شرفتنا ونورتنا. شكرا شكرا. كابتن بلال شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا وس. ربنا يكرمك. في نهاية لقائنا النهاردة بشكر ضيوفي اللي دايما بيشرفوني في ملعب الأشبال، كابتن محمد حشيش والكابتن أحمد بلال. ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا بمباراة الأهلي والداخلية 2001. وبنفكر حضراتكم إن شاء الله بعد قليل هيكون في تواصل على شاشة قناة النادي الأهلي وافتتاح صالة الجمباز في الجزيرة وتنس الطاولة. الحلو في افتتاح صالة الجمباز وتنس الطاولة إنها من فلوسنا، من حر مالنا، من جبنا، علشان إن شاء الله لما نعلق صورة عليها هيبقى صورة رموزنا، رموز النادي الاهلي والمحبين دايما للنادي الاهلي. يا رب تكونوا استمتعتوا بالاستوديو التحليل لمباراه الاهلي والداخليه، وان شاء الله نشوفكم على خير في استوديو تاني جديد من خلال ملعب الاشبال. شكرا والى اللقاء.